السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم استكمالا طبعا لفقرات استاد الاهلي. بشكر زميلي محمد فاروق سعد وايضا يعني اللي كان مستضيف معاه من الفتره السابقه والفقره السابقه الاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي الكبير، بشكرهم شكرا جزيلا. اعتقد ان احنا واحنا بنتكلم على الاستعدادات لمباراه الغد، ليله مباراه الغد ان شاء الله النهارده بنتكلم عليها من خلال بعض الاحصائيات وبعض الامور الخاصه بالفرقتين، سواء بقى الاهلي او الاتحاد السكندري. ان شاء الله المباراه بكره في الاسبوع ال 22 في الدوري الممتاز. احنا عارفين طبعا النادي الاهلي متربع على بطوله الدوري او جدول المسابقه حتى الان، يعني رب كل التوفيق ان شاء الله بالحصول على الثلاث نقاط ونبتدي نبتعد زي ما بنقول. احنا كل مباراه بناخدها او بناخد فيها الثلاث نقاط بنبتعد عن المنافس الحالي بالنسبه للنادي الاهلي هو الاسماعيلي. خلي بالكم يمكن في مباراه كانت شغاله ما بين الاسماعيلي والانتاج الحربي، ويعني النتائج حتى الان هتكون مع حضراتكم من خلال الفتره السابقه، ولكن الاسماعيلي كان كسبان 2-1 بالنسبه لهذه المباراه. خليني اقول لكم ان مباراه الامس يمكن احنا فريقنا النهارده وصل الظهر من خلال طبعا مطار برج العرب وصولا من السعوديه في مباراه كانت جميله جدا لفريقنا امبارح امام نجوم الدوري السعودي. شفنا مباراه مميزه، مباراه كانت في تكريم النجم الكبير النجم السعودي فؤاد الانور. اعتقد كابتن فؤاد انور من اللعيبه المميزه اللي شاركوا في بطولتين كاس عالم في وقت من الاوقات، اعتقد ان ده انجاز كبير للاعب عربي ان هو يتواجد في كأس العالم مع الفريق الأول في بطولتين بالنسبة للمنتخب السعودي، فبالتالي كانت شيء مميز جدا. طبعا أمامنا على الشاشة وصول فريق النادي الأهلي لفندق الإقامة ببرج العرب، ويمكن النهاردة كان مفروض التدريب يشتغل من الساعة 6، ولكن كابتن حسام بدري لقى أن في إجهاد موجود عن اللاعبين طبعا السفر والمباراة أمس، فضل أنه يأجل التمرينة 90 دقيقة أخرى، فبالتالي يعني عشان طبعا اللعيبة تتغدى وتستريح، لأن احنا انت بتتكلم في تمرينة قبل الأخيرة لمباراة الغد. عندك مباراة بكرة صعبة وليست بالسهلة أمام فريق قوي فريق الاتحاد اللي بشكل يعني اعتقد ان هم ماشيين بشكل مميز. هم تعادلوا مع الاسيوطي في الاسبوع 21، ولكن هي فرقه مميزه دائما بتعمل مباراه مميزه امام النادي الاهلي. ده يعني كابتن طارق سليمان طبعا ووصولهم لملعب او فندق الاقامه. يمكن احنا امبارح استفدنا حاجات كتير جدا من مباراه الامس. يمكن اخد بس تصريح مهم جدا للكابتن محمود الخطيب بعد المباراه، كان مهم جدا كابتن محمود يوضح بشكل كبير قد ايه ان هو سعيد وفخور بجمهور النادي الاهلي اللي احنا شفناه امبارح من جمهور النادي الاهلي. يا ريت يا احمد بعد اذنك بعد ما تجيب لنا كده على الشاشه في الناحيه الثانيه طبعا اللاعبين وهم في فندق الاقامه نشوف جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هنروح الامارات هنلاقيه بالشكل اللي احنا عايزينه، هنروح السعوديه هنلاقيه بالشكل اللي احنا عايزينه، هنروح الكويت هنلاقيه برده بالشكل اللي احنا عايزينه. حاجه جميله جدا، حاجه سعيده. فبالتالي لا، كابتن محمود لازم يفخر بشكل كبير جدا، وهو في كلمته كان يعني ليها مدلولها الكبير ان هو فخور فعلا بجمهوره، جمهوره اللي واقف في ظهره في ظهر ناديه وفي كل حاجه ممكن مجلس اداره بيعملها عشان رفعت هذا الكيان وسعادته البالغه بوجود الجمهور وفي ملعب المباراه في استاد الامير فيصل بن فهد. يعني حاجه طبعا كانت مميزه جدا وجود جمهورنا وجمهور النادي الاهلي بالشكل ده، سعاده بالغه. هما ما بيصدقوا يلاقوا النادي الاهلي موجود في السعوديه ولا في الامارات ولا في الكويت. يعني اعتقد ان حتى التصريح حتى لكابتن فؤاد انور بعد المباراه لينا هنا في قناه الاهلي، يعني من حق لعيبه النادي الاهلي انها تفخر بجمهورها، من حق النادي الاهلي يفخر بجمهوره الكبير. يعني هو طبعا فوجئ بالشكل اللي كان فيه تكريمه بوجود كثافه عدديه او كثافه جماهيريه كبيره عشان النادي الاهلي موجود. هو حتى ما تيجي تفكر منطقيا كده، لو انا رحت جبت فريق عالمي مش هيكون بنفس الشكل الجماهيري اللي موجود فيه النادي الاهلي ما دام هو موجود. فيمكن ده كان تصريح كابتن فؤاد انور، ولكن كابتن محمود الخطيب كان بيقصد بشكل كبير حبه واعتزازه لجمهور النادي الاهلي اللي هو شافه في السعوديه. طبعا هو مش المقصود مش جمهور النادي الاهلي بس اللي في السعوديه، المقصود بشكل كامل او بشكل عام لجمهور النادي الاهلي اللي في كل مكان بما فيها طبعا مصر هنا. فبالتالي يعني اعتقد ان احنا
كلنا بنفخر بجمهورنا، وكلنا بنفخر بوجوده وبحبه لناديه، وبحبه دايما وتعطشه للبطولات. ده حاجه محترمه جدا. فبالتالي كابتن محمود الخطيب بعد المباراه كان يعني ده تصريحه ان هو فخور بهذا الجمهور الكبير، ويمكن اعتقد برضو الجمهور الكبير بيفخر بوجود كابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي الاهلي في نفس الوقت. ايضا تركي الشيخ المستشار تركي الشيخ رئيس الهيئه الرياضيه بالمملكه العربيه السعوديه اتكلم برضو بعد المباراه، واثنى على العلاقات المصريه السعوديه في الرياضه، واثنى على العلاقات يعني اللي هي المباشره من خلاله هو مع النادي الاهلي. فبالتالي دي حاجه جميله جدا لما يكون في رجل، وزي ما بتكلم لازم يبقى في حد كده في الوطن العربي يبقى عارف اللي هو بيلم الرياضه، بيحاول يستثمر. مش هتعرف تستثمر اكتر ما تستثمر في مصر او في انديه كبيره زي النادي الاهلي. فبالتالي هو الراجل شاف ان في لم الشمل من حيث العرب في جزئيه الرياضه واستثمارات الرياضيه، ودي ما كانتش موجوده قبل كده انها تبقى موجوده في نادي كبير زي النادي الاهلي. فبالتالي المستشار تركي الشيخ وجد ان اما يبقى المستثمرين العرب الموجودين في الامارات والموجودين في كل حته في الوطن العربي ان هو يلمهم ويبقوا متواجدين بشكل ما في مشروع مهم جدا هو مشروع القرن، وبالتالي انفستمنت او ان انت تستثمر في نادي كبير، ده حاجه محترمه جدا وحاجه هو الراجل يشكر عليها طبعا. ويمكن في علاقات جيده هو كمان مع النادي الزمالك، احنا شفنا في صفقه اعلن نادي الزمالك عنها في بالاشتراك مع المستشار التركي الشيخ هو حمدي النقاز. فبالتالي هو راجل بينظر للرياضه المصريه او للانديه الكبيره في مصر بشكل مختلف، ولكن هو علاقته ايه بقى بالنادي الاهلي؟ هو عبر عنها قبل كده، قال انا بحب النادي الاهلي ويعني اهلاوي، ودايما هو الراجل دايما بيبقى ليه تويتات كده على التويتر بيتكلم على حبه الشديد للنادي الاهلي. فبالتالي لما بيتكلم على علاقته القويه مجلس الاداره وعلاقته القويه بجمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي الكيان الكبير، دي حاجه ايضا محترمه لازم نسعد بيها احنا كاهلاويه. فبالتالي كل التوفيق لكل الناس اللي بتحب النادي ده والكيان ده ان هو يبقى في احسن حالاته، بالاضافه طبعا لجمهورنا الكبير اللي احنا شفناه امبارح سعداء بنتيجه المباراه، سعداء بتجربه بعض اللاعبين. شفنا ماتشامبي امبارح بيحرز هدف رائع، شفنا لعيبه مميزه في الملعب موجوده، كابتن حسام البدري اعتقد انه استفاد بشكل كبير من خلال تجربه ايضا بعض اللاعبين، ريح بعض اللاعبين هنا في مصر، لعيبه قوام ممكن يكون بيلعب في الفتره اللي فاتت ريحهم عشان طبعا في مباراه الغد، ولكن تجربه مميزه في السعوديه، تجربه مميزه في الوطن العربي، يا ريت نسعد بيها من خلال التواجد المستمر بهذه المباريات. كنا فتره بعيد عن هذه المباريات او الوطن العربي في بعض المشاكل، الحمد لله الامور بتستقر شيئا فشيئا، والرياضه هي حلقه الوصل دايما، هي اللي دايما بتقرب ما بين الشعوب ما بين الامور ببعضها او الرياضه بشكل عام. فبالتالي ان شاء الله الامور تستمر، وزي ما احنا كنا بنقول في مثلا الدوري او بطوله السوبر المصري السعودي ممكن فكره موجوده، في بطوله مصغره ممكن كابتن عادل رحمن واحنا بنتكلم امبارح يعني قالها مثلا بطوله مصغره ما بين السوبر مثلا الامارات السعودي المصري كده يعني. فبالتالي في حاجات كتير قوي ممكن نعملها عشان نقرب بشكل كبير الرياضه العربيه في هذه الجزئيه. طبعا بنشكر طبعا كل القائمين على استقبال النادي الاهلي هناك، طبعا معالي السفير المصري في دوله المملكه العربيه السعوديه، فبالتالي كل الشكر ليه، وايضا السعاده لوجود جمهورنا مره ثانيه وثالثه، دي حاجه لازم نسعد بيها. خليني اقول لكم بقى على مباراه الغد. زي ما اقول لكم النهارده فريقنا وصل الظهر النهارده، والراحه كانت بعد الغداء، ولكن طبعا كابتن حسام حس ان في اجهاد شويه فاجل التمرينه 90 دقيقه. ايضا كابتن حسام البدري بيستدعي محمد عبد المنعم، ومحمد عبد المنعم كان موجود مع بعثه النادي الاهلي في السعوديه، ولكن قرر كابتن حسام البدري حين العوده ان هو يرجع على القاهره، لكن بعد كده كابتن حسام البدري قرر ان محمد عبد المنعم يرجع تاني لفندق الاقامه باسكندريه او ببرج العرب، يعني ممكن يبقى يحتاجه كابتن حسام البدري في وقت من الاوقات غدا ان شاء الله في
هذه المباراة. أمامنا على الشاشة ده تدريب الفريق أيضا كابتن حسام البدري، وهو النهاردة في تدريب الفريق في حاجة جزء مهم جدا النادي الأهلي بيستغله في الفترات السابقة، هي التسديد والكرات الثابتة، ودي حاجة لازم أنت بتستغلها في وقت من الأوقات ممكن تكون الأمور صعبة في المباراة أو متأزمة، فبالتالي الكرات الثابتة دائما بتبقى ليها مفعول سحر وحل سحري في المباريات الممكن المتعثرة في تخلصها يعني. أيضا تدريبات منفردة لكل من حسام عاشور ومروان محسن ومحمود الجزار، طبعا حسام ومروان ومحسن مصابين، فبالتالي التدريبات من خلال طبعا وجودهم النهارده مهمه جدا ان هو يأهله بشكل كبير. ايضا محمود الجزار لاعب مميز لسه منضم حديثا للنادي الاهلي، نتمنى له ان شاء الله التوفيق في مركز احنا محتاجينه هو خط الدفاع، بالتوفيق ليه يا رب ان شاء الله في الفتره القادمه. عايز اقول لكم بقى نتائج الاسبوع ال 22 حتى الان، بس يا ريت بس يقولوا لي اخر نتيجه للاسماعيلي والانتاج الحربي يا جماعه بعد اذنكم. الاعداد عندنا المقاولين العرب والاسيوطي كانت تعادل ايجابي 1-1، وبتروجيت وسموحه 2-1، والنصر ووادي دجله 1-0 لوادي دجله. يمكن مباراه الغد ان شاء الله الرجاء والداخليه ان شاء الله هتكون دي الساعه 2:30، طلائع الجيش وامبي وثم الاتحاد والاهلي ان شاء الله، مباراه ان شاء الله هتكون الساعه 5:15، فعشان بس نذكر حضراتكم بنتيجه او ميعاد مباراه الاهلي والزمالك وطنطا هتكون ان شاء الله الساعه 8. الاسماعيلي والانتاج الحربي انتهت بفوز الاسماعيلي 2-0، ده يمكن مباريات اليوم بالنسبه للاسبوع ال 22. ان شاء الله في بكره يعني ختام بقى المباريات بالنسبه للاسبوع ال 22، مصر المقصه والمصري البورسعيدي هتكون يوم الاثنين، ده بالنسبه لنتائج الاسبوع ال 22 حتى الان. نتمنى ان شاء الله الثلاث نقاط يبقوا متواجدين في زي ما بنقول في ايد النادي الاهلي بكره، لان هتفرق كتير جدا جدا. احنا عندنا مباراه مؤجله هتكون يوم الخميس امام المقاولون العرب، دي مباراه مؤجله من الاسبوع السادس، دي المباراه اللي انت ما لعبتهاش في الدور الاول، فبالتالي ايضا تفرق معاك ثلاث نقاط غدا ثم الثلاث نقاط بتاعتك ان شاء الله من هذه المباراه المؤجله، يبقى انت بتبعد بشكل كبير عن فريق نادي الاسماعيلي اللي انا يعني انا مش عايز اقول الدور الثاني بيختلف بالنسبه للفرق، فهتلاقي فرق بتتعامل مع مثلا فريق زي الاسماعيلي او فريق او بيلعب قدام الاهلي برضه بقوه، لكن هتلاقي لا نتائج بتختلف. انت طول ما انت بتكسب طول ما انت زي ما تقول بتهمد اللي وراك بتتعبه بتخليه يفقد الامل في ان انت ان هو ممكن يحصلك، فان شاء الله الثلاث نقاط غدا ان شاء الله والفوز مهم جدا. احنا شايفين اداء النادي الاهلي ما شاء الله ما بيختلفش، كل اللاعبين سواء بقى اللي موجودين امبارح في السعوديه او اللي موجودين كان في الماتش الاخير او الموجودين ان شاء الله بكره، كلهم بيتعاملوا بنفس السيستم بنفس الاسلوب بنفس القوه بنفس الفنيات، حاجه محترمه جدا. هدف امبارح شفته الباكا امبارح حاجة رائعة لهذا اللاعب اللي ممكن لما بينزل بيعمل فارق كبير جدا بالنسبة له، عايز يقول أنا موجود أنا لاعب محترف موجود ممكن أبقى متواجد بشكل جيد، ولكن نتمنى إن شاء الله كابتن حسام بدري يقدر يستغل كل اللاعبين، وهو بصراحة بيحاول كابتن حسام بدري إن في توقيتات مناسبة ينزل فيها اللاعبين. لسه بنشوف باكا في الفترة القادمة، بنشوف محمود الجزارة ومنضم محمد شريف محمد فخري كل اللعيبة اللي منضمة حديثا، هنشوف صلاح محسن كان موجود في التدريب هنا في القاهرة ما سافرش مع اللاعبين في السعودية، هنشوفه إن شاء الله في الفترة القادمة. كل ده لعيبة مميزة نتمناها تبقى أحسن حالتها. طبعا ليلة المباراة هنتكلم بشكل فني مع نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن فوزي سكوتي كابتن ماهر همام عن توقعاتهم والشكل اللي ممكن يقوم به كابتن حسام البدري من خلال التكتيك بكره، التشكيل هل يبقى فيه تغييرات، كل ده مع نجومنا ونجوم النادي الاهلي كابتن ماهر همام وكابتن فوزي سكوتي. ولكن خلينا نروح لفاصل واستقبلهم بعد هذا الفاصل.
نرحب بحضراتكم من جديد. يمكن القائمة الخاصة بفريق النادي الأهلي إن شاء الله لمباراة الغد أمام الاتحاد في الأسبوع 22 كالتالي. كابتن حسام بدري اختار كل من شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، ده في حراسة المرمى. أما خط الدفاع علي معلول، صبري رحيل، أيمن أشرف، محمد نجيب وأحمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، بالإضافة طبعا لمحمد عبد المنعم اللي كابتن حسام استدعاه من القاهرة. خلينا لكم خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، أكرم توفيق، عبد الله السعيد، اسلام محارب، ووليد سليمان، وكريم نيدفيد، ومحمد شريف، واحمد حمودي، ميدو جابر، جونيور اجايه. خط الهجوم: وليد ازارو، صلاح محسن، وكمان ماتشيمبي، واحمد ياسر ريان. دول بالنسبه لقائمه النادي الاهلي. اما قائمه نادي الاتحاد السكندري لملقاه النادي الاهلي غدا، في حراس المرمى الهاني سليمان ورضا السيد، وخط الدفاع ويلسون وشوقي السعيد وكريم الديب ومروان النجار وهشام شحاته ومحمود شعبان. خط الوسط: نور السيد وعاشور الادهم ورزاق سيسي واحمد كابوريا، احمد الالفي، فوزي الحناوي، وخالد الغندور، ورمزي خالد. خط الهجوم: كريم مصطفى وبناهيني ومحمد عبد المجيد ومحمد ناجي جد. ده بالنسبه لقائمه الفرقتين. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا غدا. خليني ارحب بنجوم النادي الاهلي الكبار: كابتن ماهر همام، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. كابتن ماهر، مرحبا بحضرتك. كابتن محمد، حياتي ليك. وحشت حبيبي. الحمد لله على سلامتك. السلام عليك. الله يسلمك. برد وحش؟ صعب. لا تقل بقى. ربنا يستر. ايضا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن فوزي سكوتي. كابتن فوزي، ازيك؟ كابتن محمد حبيبي مدربي برضه. ده جميل. انتوا دربتونا يا كابتن؟ طبعا. لينا الشرف حبيبي. لا والله دربتونا حاجات كتير. عايزين منكم كتير. عايزين نطلع لعيبه منكم كتير ان شاء الله. كابتن برحم طبعا بالكابتن ماهر، كابتن طبعا كابتن النادي الاهلي. منور يا كابتن. انتوا الاثنين منورين يا كابتن. كباتن كبار طبعا. كابتن ماهر، خلينا اكلمك عن مباراه الامس يعني قبل ما نروح لليله المباراه والاستعدادات لمباراه الغد، اللي احنا طبعا محتاجين الثلاث نقاط. مهم جدا، عندنا مباراه كمان مؤجله ان شاء الله لعيبه يوم الخميس. ست نقاط دول يفرقوا كتير قوي مع النادي الاهلي. لكن خلينا اكلمك على مباراه الامس، مباراه تكريم النجم السعودي كابتن فؤاد انور. وشفنا الجماهير، شفنا النتيجه. يعني امبارح كان يوم رائع بالنسبه لكل الاهلاويه في السعوديه وهنا في مصر برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا محتاجين الزياره دي يا محمد. يعني انت تحس حتى لعيبتنا وهي رايحه السعوديه، البلد اللي احنا بنحبها وبنعشقها، خصوصا طبعا اللي موجود فيها الكعبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحس ان احنا المصريين بيبقى لنا اشتياق بشكل كبير جدا ان احنا نروح الاماكن دي، وبالذات السعوديه. العلاقه السياسيه اللي بيننا وبين السعوديه علاقه يعني حميمه من زمان الازل، والحمد لله يمكن بتزداد قوه خلال هذه الفترات بشكل جيد. والوقفه اللي واقفينها السعوديين والاماراتيين والكويت ودول الخليج ودول العربيه كلها مع مصر، يعني بنحييهم على هذه الوقفه. الحاجه الثانيه كمان اللي احنا شفناها، ومش عايز اقول لك مش جديد علينا، جمهور النادي الاهلي. يعني جمهور النادي الاهلي يروح لك في اي حته. الناس لما عرفت النادي الاهلي جاي، يعني مدينه الرياض كل المصريين الموجودين، مخرجنا الجميل يعني بيورينا شكل المدرج وحلاوته والوانه المتنوعه اللي على راسها طبعا عالم النادي الاهلي الجميل. كل الاهلاويه جمهور النادي الاهلي اللي شغالين هناك اكتر من 20,000 يمكن مصري، في اكتر من كده زيهم كمان. يعني كان ممكن يقدروا يجوا، لكن طبعا يمكن المشوار اللي بين جده وبين الرياض او بعيد المحافظات بتاعه السعوديه يمكن بعيد شويه عن الرياض، لكن هم موجودين من اول صباح يمكن الساعه 11 والساعه 12 موجودين هناك، عارفين ان هم رايحين يشجعوا الفريق اللي هم بيحبوه، النادي الاهلي. اللي هو فرصه يا كابتن، فرصه جميله جدا. يا فاروق، الاسر المصريه هتلاقي في المدرجات راجل جايب مراته وعياله واصحابه واهله وناسه، لان فرصه لن تتكرر. هيشوف النادي الاهلي على الحقيقه، وهيبدا يتمتع ب 90 دقيقه، وفي نفس المتعه ديت هيبدا يتصور مع نجوم النادي الاهلي اللي هو بيشوفها من خلال التلفزيون بس. فطبعا فرصه جميله ان يتقابل فيها اولادنا نجوم النادي الاهلي مع جمهورهم الحبيب اللي هو بيديهم ثقه بقى. يعني فوزي كان بيتكلم معايا بيقول لي يا كابتن احنا اشتقنا بقى للمنظر ده، عايزين المنظر ده يعود مره ثانيه لما لعبنا. لان المنظر ده بيدي، وانت عارف يا فاروق وفوزي عارف، بيدي حماس بشكل كبير جدا. صحيح. عارف يا فاروق الشكل ده بيدي دفعه لعيبه النادي الاهلي اكتر من اللي هم موجودين عليه، يمكن اضعاف واضعاف واضعاف. يعني اللي هم بيقدموا لنا بالحلاوه والاداء اللي بيقدوه لعيبه النادي الاهلي بالمنظر ده، تاكد ان هتلاقي اضعاف واضعاف بين الحاجات الجميله اللي انت بتتفرج عليها من خلال لعيبه النادي الاهلي. وبيبقى عيد بالنسبه لهم، لان هو خد بالك هيفضل اليوم ده مش هينساه في تاريخه هو ولا اهله ولا اسرته. وفي نفس الوقت لما يروح تاني يوم بقى الدوام بتاعه بيفتخر
ادي بقى ادي النادي الاهلي وشرف مصر وشرف المملكه العربيه السعوديه وكسبنا المباراه حتى لو مباراه حبيه. هتلاقي حسام البدري وجهاز الفني انا بحييهم طبعا من خلالك لان هم برضك واخدين المباراه بجديه. مهم جدا انك انت تكسب عشان دول يعني دول الله قدر اللي حصل حتى في المباراه الحبيه حصلت خساره اتفرج على دول هيحصل فيهم واحد بهدله. مش بس كده كابتن هو خلاص بقى موجود عندك الحته دي يعني مش طبعا جمهورنا على طول بيبقى هدفه المكسب لكن انت خلاص بقيت عندك حته متوصله انت ما ينفعش نلعب في اي حته مش جاي يكرم هو فؤاد انور على عينه وعلى راسه طبعا بنحيي فؤاد انور على التكريم اللي حصل له من نادي الشباب والعيد الدولي جدا جدا كابتن وبعد بعد اللقاء دخل معانا هنا على الهاتف كابتن فؤاد وقال لك من حق كل اللاعبين اللي لعبوا داخل النادي الاهلي انه يفتخروا بجمهور النادي الاهلي بالظبط يفتخروا بهذا الجمهور الكبير بالظبط انا سمعت المداخله الجميله من فؤاد انور وفؤاد لعيب دولي على اعلى مستوى وله تاريخ باع كبير جدا مع المملكه العربيه السعوديه في كل المحاكات الزكاه المحليه او الدوليه وبشكر فؤاد طبعا ان هو اتكلم على جمهور النادي الاهلي واتكلم على لعيبه النادي الاهلي واتكلم على النادي الاهلي كقيمه وقامه قال لك النادي الاهلي من اكبر الانديه اللي موجوده في العالم العربي يمكن العالم الافريقي ويمكن كمان في العالميه ووراه طبعا جماهير بتمثل اكثر من 50 60 مليون اهلاوي في مصر ويمكن العالم العربي كمان انت عارف محمد يمكن في السعوديه كمان اكتشفنا ان السعوديين بداوا كمان يتعاطفوا مع النادي الاهلي بيشجعوا النادي الاهلي وتلاقي علم السعوديه وعلم النادي الاهلي ويمكن جمهور كبير جدا من السعوديين كانوا بيشجعوا النادي الاهلي واحنا شايفين المنظر الجميل علم مصر وعلم المملكه العربيه السعوديه وعلم النادي الاهلي والحمد لله استمتعنا هكلمك يا كابتن بقى استمتعنا طبعا هكلمك بقى على الاستفاده الفنيه اللي ممكن يعني لان احنا عندنا 48 ساعة ما بين الماتش ده والماتش بتاع بكره فاكيد في استفاده كابتن حسام بدري كان حاططها من خلال طبعا هذه المباراه كانت فوزي برده براحتك في مباراه الامس والتكريم والشكل اللي كان فيه هذه المباراه وشكل طبعا جمهورنا الكبير اللي موجود في المملكه العربيه السعوديه. والله يا كابتن محمد بص يعني زي ما قال كابتن ماهر فعلا يعني انا بحس الماتش ده ما كانش في السعوديه. بحس الماتش ده كان في القاهره واحنا مستضيفين فريق السعوديه عندنا وبنكرم كابتن فؤاد انور هنا وهو حس بكده الصراحه يعني احيوا فعلا عملوا الماتش ليه رونق ليه شكل جميل الناس فرحانه جدا اطفال يا كابتن ده بيدي انطباع ايه يا كابتن محمد ان النادي الاهلي ده قيمه وقامه النادي الاهلي ده مش قليل النادي الاهلي حاجه كبيره الناس دي جايه مسافره من اخر الدنيا ورايحه عشان عايزه تتمتع بالنادي الاهلي بتشوف فرقتها وتشوف فحاجه جميله الصراحه وقدوا يوم وبعدين الكابتن حسام زي ما انت بتقول كده استغل فعلا المباراه دي لان هو طبعا مزنوق في ماتش بين الدوري وبعدين كابتن محمود الخطيب يعني طبعا استجاب للدعوه بتاعه الراجل والفريق الاهلي مش فريق قليل فراح السعوديه سافر قبل بعد الماتش وتاني يوم هيرجع بعد الماتش يسافر اسكندريه يلعب الماتش على طول اللي بعده فطبعا هو استغل ال 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 كابتن حسام ان عنده لعيبه عايز يشوفها صحيح لعيبه جديده ضمها عايز يستغل الفرصه وفعلا استغلها فعلا احسن استغلال واللعيبه كانت على قد المسؤوليه برضو انه ماتش تكريم ومهرجان كان ممكن اللعيبه تأدي عادي بس مع وجود الجماهير الجميله اللي احنا شفناها دي واتمنى والله ان تعود الجماهير دي الملعب هتفرق مع لعيبه النادي الاهلي بتديهم حماس يا كابتن محمد احنا قلنا قبل كده بتدي الجمهور ده بيدي حماس للعيبه انا بجد بقول لك بنبقى قاعدين اللي قاعد على الدكه مش بيبدا عايز يبدا اللي قاعد تعبان بيخف بيسمع التشجيع بتاع الجمهور لا بيدي انطباع جميل جدا وكابتن حسام فعلا يعني بنهنيه ونقول له فعلا استغل الموقف وادى برده النادي الاهلي وكسب الماتش برده مش مهم المكسب بص بقى الجماهير يا كابتن ما بتحيي كابتن حسام وراح لهم كمان يعني قريب بالمدرجات وسلم على الجماهير اكيد هم سعداء ورايح اهو يعني بص دي الثقه الجمهور المصري بيديها لكابتن حسام كمان كابتن حسام ابن النادي الاهلي ومدرب مصري وبياخد التشجيع ده كله وعايز يشتغل اكتر وفرحان جدا عشان الجمهور ده وبيتعب مع فرقته المكافاه بتاعته هي دي يعني انا قطعا هو ما نامش من يعني هو ما بيشوف الصور دي بص كابتن حسام قليل اول ما بنشوفه كده بينزل ويلف الملعب جمهوره وبتاع لكن فعلا يعني فعلا الجمهور يعني هو الجمهور هناك ليه وضع خاص كابتن عارف جدا. ان هم ايه بيشوفوا ممكن هم قاعدين على طول هناك في السعوديه بيشتغلوا او يعني ظروفهم هناك ان هم شغالين فبالتالي لما بيشتغلوا او بيبقوا متواجد النادي الاهلي في الوقت ده بتلاقيه ايه بقى اول ما يبقى كابتن حسام بدري موجود اللعيبه موجوده تلاقيهم متلهفين بشكل كبير على اللعيبه دي انت بص يا كابتن محمد اللي كنت في غربه
بيتنشأ على يشوف واحد مصري. تخيل بقى هو بيشوف فرقه النادي الاهلي اللي هو بيحبها وبيشجعها. حتى شفنا في بعض الناس كانت لابسه فانيله نادي الزمالك برضه ما بيفرقش من بقى الاهلي والزمالك. هو رايح عايز يتفرج على فرقه النادي الاهلي، الفريق المصري اللي رايح بيشرفه في السعوديه. وفعلا يعني الكابتن فؤاد انور لما اختاروا النادي الاهلي وقال الشيخ كلمه الكابتن محمود الخطيب وعايزين النادي الاهلي يجي، ما على طول استجاب للدعوه في عز ما انت عارف لو اي فرقه تانية بتنافس على الدوري وبتاع يقول لك انا مزنوق ما اقدرش، لو هجيب فرقه اجنبيه وعندهم ماتشات كده مش هيقدر يجي. فان النادي الاهلي يروح ويلعب ويؤدي ماتش كويس والجماهير دي كلها الجميله الحاضره في هذا الماتش وتكريم الكابتن حسام الصراحه دي يستاهل بعد الانجاز اللي هو عامله مع النادي الاهلي ومع لعيبته. فاتمنى يا رب باذن الله. يعني انا حاسس ان هم قاعدين كانوا بيلعبوا مثلا في ملعب من الملاعب المصريه وقاعدين الجماهير دي موجوده هنا، لكن نتمنى له التوفيق يا رب وكل الجهاز الفني وكل اللعيبه وجماهير النادي الاهلي. جماهير عريضه في كل حته، لو راح اي حته هتلاقي جماهير النادي الاهلي دي موجوده. صحيح. نتمنى للكابتن حسام التوفيق يا رب ان شاء الله. هو منظر جميل. وعايز اقول لك كابتن نفس الوضع بالنسبه للاعبين، ويمكن اكيد في الجماهير راحت لمكان الاقامه، ولكن كانت الوقت قصير جدا تواجدهم في المملكه العربيه السعوديه، ولكن كانت فرصه رائعه ان كابتن حسام بقى البدري كابتن استفاد من هذه المباراه في بعض اللاعبين وتجربتهم. شفنا امبارح باكا كان ماشي بشكل جيد، يعني احرز هدف رائع، جون جميل جون رائع بالنسبه شخصيه، انا شفت ان شخصيه لاعب بانت في هذا الهدف. الاستفاده بقى من مباراه زي كده فنيا بقى كابتن، احنا قلنا الاستفاده جمهورنا شاف لعيبته، استفاده تقارب العلاقات اكتر واكتر ما بين الرياضه المصريه السعوديه او كره القدم المصريه السعوديه، يعني حاجات كتير جدا ممكن تكون بره الفنيات، لكن الفنيات مهم جدا نعرفها من خلال طبعا كباتن مصر كابتن ماهر كابتن فوزي. يعني بص محمد، هو من بدايه الموسم واضح قوي ان حسام مركز بشكل كبير جدا في البرنامج التدريبي. يعني حسام حتى في المباريات الرسميه اللي بيلعبها تاني يوم بيعمل مباراه تجريبيه او مباراه وديه عشان اللعيبه اللي ما لعبتش، وحتى يمكن اللعيبه اللي خدت في الشوط الثاني خدت اشواط ربع ساعه تلت ساعه نص ساعه كمان بيشاركوا في المباراه الوديه، ودي بتحسب للجهاز الفني بشكل كبير. يعني بعض الاجهزه الفنيه يمكن بيسهى عليها او ما بتركزش في الجزئيه دي، يقول لك انا عندي كل 3 4 ايام مباراه، فصعب جدا نعمل مباراه حبيه وديه تاني يوم عشان اشوف فيها اللاعبين اللي هم ما شاركوش. لكن حسام مصمم وعنده وعي وخبره بشكل كبير جدا ان هو عايز لعيب 29 لعيب اللي موجودين في القائمه الافريقيه او قائمه الدوري العام المسجلين يكونوا جاهزين ويكونوا مستعدين في اي وقت لما يطلب منهم، اذا كان حصل نوع من الاصابه اللعيب البديل يبقى جاهز يقدر يخش، اذا حصل نوع من الطرد كارت احمر اللعيب يبقى يقدر يخش يبقى جاهز. فدي حته بصراحه بتحسب للجهاز الفني ان الكابتن حسام بدري عنده وعي بشكل كبير فيها وبيعملها طوال السنه. يعني عنده المباريات الحبيه، عنده جدول للمباريات الحبيه بشكل جيد. زي ما انت قلت طبعا استفاده كبيره لكل اللعيبه اللي هي ما كانتش بتشارك بصفه اساسيه، ويمكن باقة يمكن من ضمن اللعيبه اللي كانت بيشاركوا على استحياء يعني على فترات، فقدر ان هو ياخد مباراه كامله او معظم اوقات المباراه ويمكن سجل منها هدف بشكل كبير. ده احمد ريان من ضمن الفراوده اللي كابتن حسام بيعتمد عليه من قطاع الناشئين، برضك يمكن نزل خد فتره كبيره جدا، ازاره اللي احنا بنشوفه بصفه اساسيه في التشكيله الاساسيه في النادي الاهلي. فضل حسام ان بعض اللعيبه اللي هتشارك اللي هتشارك بصفه اساسيه في مباراه الاتحاد انه يبدا يديها نوع من الراحه، نوع من التكريم، يشارك بجزء من المباراه لكن بصفه اساسيه يبقى المباراه بتاخد حيز التركيز من خلال اللعيبه اللي هي زي ما احنا قلنا مش عايزين نقول البدلاء، اللعيبه الجاهزه اللي هي بتحاول تخش في المباراه القادمه لما الكابتن حسام بيبدا يحتاجها. في ادي طبعا الهدف اللي يسجله باقة، استلام جيد جدا وتصويبه مباشره يعني مفاجاه لخط الظهر وحتى لحارس المرمى ان هو بص لها بس، يعني حارس المرمى من قوتها بص على الكوره بس ما يقدرش يعمل اي حاجه بالنسبه لها. وزي ما قلت لك يا محمد ادي الجمهور اللي بيحفز اللعيبه واللي خلى اللعيبه تلعب وتطلع اللي عندها. فلعيبه النادي الاهلي مش عايز اقول البدلاء، اللعيبه اللي ما بتشاركش في المباراه ديت ادت مباراه جيده، مباراه فيها احتكاك قوي. النادي الشباب من الانديه العريقه في الرياض بيمثل الاهلي والزمالك هو والنصر في منطقه الرياض. نادي الشباب عنده لعيبه دوليين، عنده لعيبه محترفين. نادي الشباب قدم مباراه بالنسبه له
تقدر تقول هو نجوم الدوري السعودي يا كابتن، طبعا تحت مسمى اسم نادي يعني فريق الشباب السعودي. لان طبعا نجوم احنا شفناه من الفيصلي، شفنا من الهلال، وشفنا من الاتحاد، وشفنا من النصر، شفنا مجموعه كبيره جدا من نجوم الدوري السعودي، نجوم السعوديه اللي هم اصحابه وزمايله اللي هم لعبوا معاه من خلال المنتخبات، منتخب السعوديه على المراحل اللي استمر من خلالها، وهم شاركوا بصفه اساسيه في معظم اوقات المباراه. وده تكريما لفؤاد انور طبعا اللي هو النجم، نجم النهارده، نجم المباراه ونجم الاحتفال. ودي طبعا لقطات من هجمات النادي الاهلي. النادي الاهلي بياخد كل مباراه محمد زي ما احنا عارفين، بياخدها بجديه. اللعبه دي بتنفذ طريقه اللي بيلعب بيها الكابتن حسام بدري 4-2-3-1. اللعبه دي بتحاول ان هي تقول لكابتن حسام ان احنا موجودين وجاهزين. شفت فرق يا كابتن ما بين المباريات مثلا في الدوري ومباراه امس، يعني مع لا. مع اختلاف اللاعبين لا يمكن جيم مفتوح، بس هو بيختلف طبعا. كابتن انت بتلعب مع انت بتلعب كابتن شبير طبعا موجود من ضمن الناس اللي كانوا معزومين. استاذنا كابتن، يمكن احنا ما زلنا طبعا مستمرين في مباراه الامس والشكل الرائع يعني لهذه المباراه، تقييم النجم الكبير كابتن فؤاد انور نجم نادي الشباب السعودي. معايا على الهاتف استاذ احمد عقيل رئيس نادي الشباب السعودي. تحياتي لحضرتك يا فندم، مساء الخير عليك. الو استاذ احمد، السلام عليكم. الو ايوه السلام عليكم استاذ احمد، تحياتي لحضرتك. يعني كابتن ماهر همام نجم مصر نجم النادي الاهلي كابتن فوزي سكوتي يعني بيسلموا على حضرتك، وسعداء جدا بمباراه الامس والشكل الرائع بالنسبه لهذه المباراه لتكريم النجم كابتن فؤاد انور. يعني امبارح كان يوم رائع بالنسبه للعلاقات المصريه السعوديه بالنسبه للرياضه، لكن هي دائما موجوده بشكل جميل وبشكل مستمر. يعني شعور حضرتك فيه بعد مباراه الامس؟ والله طبعا اول شيء اشكركم على الاستضافه استاذ محمد، وبقول بكل امانه يعني مباراه الامس واحده من الرسائل الكبيره والمهمه جدا اللي تثبت مدى العلاقه الكبيره بين البلدين، مصر والسعوديه بشكل عام، وبين نادي الشباب ونادي الاهلي بشكل خاص. ونشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على جهوده الكبيره ودعمه لهالمباراه اللي تمت بين الفريقين، فريق الاهلي فريق القرن الافريقي ونادي الشباب احد اهم مؤثر الانديه السعوديه. وبالنسبه لنا احنا في نادي الشباب، يعني انا بصفتي رئيس مجلس الاداره فخور جدا انه في تاريخ مجلس ادارتي يتم تكريم كابتن كبير واسطوره من اساطير الكره السعوديه الكابتن فؤاد انور في ومع فريق النادي الاهلي المصري، والاحتفاليه الكرنفال كبير اللي كان امس انه تقفل الملعب من الجماهير قبل بدايه المباراه باكثر من ساعتين. ويعني العلاقات السعوديه المصريه بشكل عام علاقات تضرب في صحيح في التاريخ في القدم التاريخ، وايضا العلاقات الشبابيه الاهلاويه برضه صحيح. مش اول مره النادي الاهلي يبقى موجود في السعوديه في ضيافه نادي الشباب، او نادي الشباب في ضيافه نادي الاهلي متواجد هنا في القاهره في البطولات العربيه المختلفه اللي كانت موجوده يا استاذ احمد. تقريبا احنا كنادي الشباب اكثر نادي لعبنا معه خارجيا هو الاهلي المصري. صحيح. لعبنا معه تقريبا 5 مباريات. صحيح. لعبنا معه في تونس، لعبنا معه في القاهره، لعبنا معه في الرياض، واظن لعبنا معه في جده اظن او جده. فالنادي الاهلي لعبنا معه هو اكثر فريق لعبنا معه فريق خارجي طبعا. اي لكن يعني امبارح نادي الشباب يعني مهم جدا اعرف هذه الجزئيه، تم اعطاء العضويه الشرفيه للكابتن محمود الخطيب في نادي الشباب، مظبوط الكلام ده استاذ احمد؟ نعم طبعا. كلنا كشبابيين نفتخر بالكابتن محمود الخطيب، احد اهم اللاعبين او اهم الرياضيين في الوطن العربي وفي افريقيا، لاعب كبير ولاعب الكل يفتخر فيه، ونفتخر احنا في نادي الشباب انه احد اعضاء شرفنا يكون رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. طب ده حاجه جميله جدا، ويعني ده ده دائما احنا بنقول التبادل ما بين العلاقات الطيبه ما بين الشعوب او يعني الشعب العربي ما بين المملكه العربيه السعوديه ومصر، في نفس الوقت لما يكون القامات اللي موجوده عندنا رياضيه مهم جدا ان احنا نقول للرياضيين او حتى المشجعين والجماهير ان احنا لا عندنا قامات في الرياضه العربيه مهم جدا ان احنا نكرمها. يعني احنا في نادي الشباب نفتخر ان احنا كرمنا الكابتن محمود الخطيب يوم امس، وان شاء الله متى ما سنحت الفرصه لتكريم
الاساطير المصريه من قبل نادي الشباب، نادي الشباب بيكون سباق لمثل هذا الشيء. حي استاذ احمد، يمكن احنا مباراه الامس كانت جميله، خليني اسالك بقى على اللاعبين المصريين المتواجدين في الدوري السعودي. استاذ احمد سامعني؟ سامع. بالنسبه للاعبين اللي متواجدين في الدوري السعودي ويمكن الاستفاده اللي موجوده بالنسبه للانديه، ولو في نادي الشباب طبعا يعني من الانديه اللي بتستفاد من اللاعبين المصريين، راي حضرتك في هذه التجربه؟ والله طبعا احنا بكره بتكون تقريبا ان شاء الله اول مشاركه للنجم عمرو بركات. صحيح. نادي الشباب، وان شاء الله انها تكون بدايه خير. احنا في نادي الشباب مر علينا تقريبا من 3 إلى 4 لعيبه من جمهوريه مصر عبر يعني تاريخ الاحتراف في السعوديه. وان شاء الله نامل انه يكون عمرو بركات اضافه للنادي ونستفيد منه في هذا فيما تبقى من هذا الموسم والموسم القادم. صحيح. وايضا مدربين استاذ احمد، كان شوقي عبد الشافي، كابتن شوقي عبد الشافي كان متواجد، كابتن عادل عبد الرحمن. نعم. ايضا. نعم. كان متواجد مجموعه. نعم. المدربين. صحيح. عادل عبد الشافي كله مر علينا. نعم. طب إيه؟ اخيرا بقى يعني كابتن فوزي، اتفضل كابتن فوزي. استاذ احمد، ايه رايك في جمهور النادي الاهلي امبارح استاذ احمد؟ والله ما يحتاج جمهور النادي الاهلي، بس احنا نبغاهم يحضرون حتى المباريات الشباب في الدوري المحلي يعني عمرو بركات ويساندون الشباب في الدوري المحلي عندنا. هيحضروا لان طبعا نجوم النادي الاهلي بيبقوا متواجدين في مكان، هتلاقي طبعا ليهم احبائهم في من جمهور النادي الاهلي بشكل كبير استاذ احمد يعني. ابدا نتشرف فيهم. ونرحب بك هنا في مصر في اي وقت يا استاذ، والفرقه السعوديه كلها. مصر بلدنا وياما عشتنا فيها وياما جيناها وزرناها. استاذ احمد يعني انت بتنورنا باستمرار، ونتمنى طبعا وجودك او وجود فريق الشباب في الوقت القريب ان شاء الله تبقوا متواجدين هنا في القاهره باستضافه ان شاء الله. ان شاء الله تنور. معسكرات التسعينات. ان شاء الله. التسعينات كانت في الاسماعيليه وفي القاهره، ان شاء الله نرجع نسوي معسكر. ان شاء الله تنورونا وتشرفونا، وان شاء الله الكره السعوديه في تقدم مستمر. ما ننساش ان احنا متواجدين ان شاء الله في كاس العالم في مجموعه واحده، ان شاء الله نبقى احنا الاثنين صاعدين مع بعض للدور اللي بعد ان شاء الله. استاذ احمد العقيل طبعا بشكرك، شكرا جزيلا رئيس النادي الشباب السعودي، واشكره شكرا جزيلا لمداخلته. كابتن ماهر كنا بنتكلم طبعا على العلاقات، ما زالت العلاقات. كابتن ماهر انت ماتش اعتزالك كان ايه؟ ولا ماتش اعتزال؟ انا عملت بس انا اشتغلت في السعوديه. انت اشتغلت؟ اشتغلت في المنطقه الشرقيه في نادي الاتفاق. قعدت سنتين، واشتغلت في حايل في نادي الجبلين 3 سنين. يعني الشمال والشرق. الشمال والشرق. لكن ماتش اعتزال كان ما بين فريق، لا كان بينه وبين اسماعيلي. ما كانش نادي عربي يعني. بس انت حضرت اكيد مع نجومنا، في نجوم كتير عملوا مباريات امام فرق سعوديه. بالظبط يعني برضك يمكن شبيه، يمكن كابتن محمود خطيب مباراه الاعتزال بتاعته كانت برضك يمكن نجوم العرب كانوا موجودين بشكل جيد، بس اختلاف بقى طبعا من نجوم للنجوم. يمكن نجوم زمان يمكن ماجد عبد الله كان موجود، صالح النعيمه، محسن الجمعان، ودول كانوا برضك ليهم اسماء كبيره وباع كبير بشكل كبير. وفوزي كان بيكلم الاستاذ احمد على الجمهور، وجمهور انا متاكد مع عمرو بركات وجوده في فريق الشباب هيبقى فيه جاليه برضك مصريه، كل لاعب من اللاعبين الاهلاويه بالظبط بيروحوا بيحيوا وبيعملوا جو جميل يعني. وزي ما انت قلت محمد، استفاده من الاسماء اللي احنا اتكلمنا عليها يمكن باقه بصفه اساسيه، ميدو جابر، نيتفيد، اكرم، هشام محمد، رحيل، يعني كلهم برضك نجوم شاركوا بشكل كبير جدا في المرحله السابقه. لكن كابتن حسام يهمه كان ان هو يطمن عليهم من خلال هذه المباراه يعني. وزي ما قلت لك ان المباراه ديت ومباراه القادمه مع الاتحاد الوقت قليل قوي، يمكن انا بشفق على لعيبه النادي الاهلي على الاجهاد الواقع من خلال السفر، يعني ما بيلحقوش كل 3 4 ايام. النهارده كل 3 ايام هيلعب مباراه، بعد 3 ايام مباراه قويه برضه. بس عايزين نقول ان هو يعني عمليه التنظيم في المباراه دي كابتن فوزي كانت ماشيه كويس يعني. لا هو كابتن حسام يعني تقسيمه اللاعبين اللي فضلوا هنا وابتدوا يتمرنوا والمجموعه اللي راحت يعني ما حسيناش حتى بفرق في الشكل. انا بقول لك كابتن حسام فعلا يعني استغل الموقف لصالحنا مش ضدنا يعني، بدرجه ان هو شاف اللعيبه كلها اللي عنده فرصه اللعيبه اللي موجوده. حتى شفت انا اكرم توفيق زي ما قال الكابتن ماهر امبارح بيبذل مجهود كويس جدا يعني، كل لعيب بيقول لك انا موجود اهو انا يعني. فكابتن حسام بيستغل كل لعيب في مركز بيحط عينه عليه يعني، ما بيلعبش اللعيبه كده وخلاص يعني، مش يلا انزل وبتاع، لا كل لعيب بيشوفه ممكن يستفيد بيه امتى ينزله امتى، زي ما شفنا بينزل مثلا اللعيب في وقت معين. وليد سليمان نجم الفريق، شفنا في ماتش الاسماعيلي نزله امتى
وكسب النادي الاهلي، جاب جون هايل في الماتش وفعلا كسب. يعني هو كابتن حسام طبعا المدير الفني بيبقى عايش، خلي بالك احنا بنتفرج ونقول وبتاع، هو اللي بيبقى عايش كل اللعيبه اللي عنده. اللعيبه اللي موجوده عنده دي يا كابتن ماهر يعني عنده لعيب ما شاء الله، يعني لعيبه كويسه ولعيبه صغيره طالعه. هو بيفكر بيبص امتى اللعيب عنده الدوري ان شاء الله لسه طويل، بس هو بيبتدي ياخد خطوات كتيره مع ضمان ان شاء الله ان شاء الله يبقى الدوري مضمون خلاص. هتلاقي في لعيبه بيريحها شويه عشان اجهدت من كتر وبيستعد لبطوله تانية، فهو بيخطط كل ماتش عارف اللعيبه دي امتى. وشفنا اللعيبه اللي بتظهر، ولعيبه النادي الاهلي زي ما بقول لك كابتن محمد اللي بيلبس الفانيلا الحمراء بيتقمص شخصيه النادي الاهلي خلاص. حتى لو لسه جاي، لو لسه اول ماتش هيلعبه او بيدخل جوه اللعيبه بيحصل له يعني مع الجمهور طبعا لو موجود زي الجمهور بتاع امبارح ده هتلاقي اللعيب على طول من جواه. انت بقى كابتن بقى انت راجل، لا بجد والله يعني عشنا الحاجات دي. انت راجل شورت يا كابتن، قلنا الموضوع ده لان فعلا لا والله احنا محتاجين. بص يا كابتن محمد والله هي طعم والشكل حتى واحنا قاعدين في التلفزيونات يا كابتن بنشوف المنظر هذا مختلف. بص يا كابتن محمد انت امبارح حصل حاجه؟ الماتشات اللي اتلعبت في برج العرب والماتشات الاهلي حصل حاجه؟ هو الجمهور اللي هيقول للناس انا اهو، يعني الامن مش هيتاخر. الناس لما تحضر الماتشات زي ما شفنا كابتن ماهر اطفال صغيره واسر مصريه، واسر مصريه جميله وشباب وبنات وكله رايح فرحان، ولادنا كلهم عايزين واحفادنا عايزين يروحوا عايزين يحضروا الماتشات ومش عايزين نتاثر من كله بقى محمد. يعني مباراه الاسيوطي والاسماعيلي مش عايزين نتاثر بالقله دي. انت لما ساعات الشرطه او الامن بيبدا يرجع عن قراراته بعد ما بتشجع بيبدا ياخد قراره ويشوف مباراه واثنين وثلاثه والمهرجانات اللي بتحصل دي، فبيبدا يقول لك ايه من بدايه الدور الثاني وبعدين تحصل. يعني انت شفت ثغره كده صغيره ماتش الاسيوطي والاتحاد السكندري سوري الاتحاد الاتحاد السكندري حصل يعني دي برضو بتدي يعني بتدي يعني سلوك جماهير. انت راجل جمهور رايح تشجع فرقتك، الحكم حسب ضربه جزاء ما حسبش ضربه جزاء، انت كسبت خسرت زي ما بنتفرج بره بيلعب، يعني دول بيلعبوا على بطوله والجماهير بتشجع الفرقه اللي اتغلبت. يعني انا يعني يا جماعه دول ناس واحنا مش ناس، يعني بتشجع الفرقه اللي اتغلبت. اللعيب بيبذل مجهود على اكتر معنى، يعني هو لازم انا الفرقه بتاعتي تنزل تكسب. في الرياضه ما قالتش كده، لازم هتلاقي فيه مهزوم وفيه فايز. فانت لما بتشجع يعني جماهير النادي الاهلي، جماهير الزمالك، الاسماعيلي، الاتحاد السكندري، الناس دي الجاليه الجماهير الشعبيه لما تروح الماتش عارف يا كابتن ماهر شجع فرقتك بالظبط، مالكش دعوه بحكم، مالكش دعوه بلعيبه ثانيه. هيساعدوا الامن وهيساعدوا اتحاد الكوره وهيساعدوا الناس المسؤولين عن الرياضه في مصر ان يقول لك رجع عايزين نرجع الجماهير. صحيح متعه يا كابتن محمد انت لما بتقعد تتفرج في الماتش. احنا اهو يعني واحنا قاعدين دلوقتي متعه لما بروح الاستاد او اروح اتفرج على ماتش في الملعب غير لما بتتفرج على الاكبر دايما في التلفزيون. في مباراه قمه زي الاهلي والاسماعيلي، الاهلي والزمالك دي بتبقى حاجه ثانيه. انت عارف امبارح يا كابتن محمد مؤاخذه قطعت كلامك، امبارح الماتش بتاع امبارح ايه الناس متشوقه في السعوديه يا كابتن ماهر متشوقين ان يشوف فرقه النادي الاهلي. الزمالك لو راح هيبقى نفس الكلام، الاسماعيلي لو راح الناس متشوقه ان بتروح. طب ما انت هناك كويس، تعالى هنا برضو خليك كويس. احنا الحمد لله عشنا ايام الجماهير يا كابتن. ده بصراحه طبعا. لا بقول لك يا كابتن محمد انت حضرت برضو التدريب. التدريب في قد ايه يا كابتن ماهر فاكر؟ طبعا بيجوا الجمهور. احنا كنا عارفين الجماهير يا كابتن، عارفين مين جاي ومين لا قاعد ومين يعني. محمد انت في الاشبال كانوا عارفينك، يقول لك محمد فاروق هيلعب النهارده الساعه 10 الصبح قاعدين صح، ويتابع التمرين وعامل حسابه انه بكره لو في سفر يروح اسكندريه ولا يروح اسماعيليه ولا يروح بورسعيد، عامل حسابه. انا كان عندي صديق ليا كابتن معايا في كل حته، يعني هو بيحب محمد فاروق مثلا جنوب افريقيا رايح لا يعني بقول لك طب ليه نحرم الناس دي ليه؟ حرام يعني. نتمنى يا كابتن ماهر والله ان شاء الله وهتزود، لا هتزود المستوى اللعيبه مستوى فني طبعا بجد والله، يعني هيزود المستوى اللعيب لان اللعيب مستني. احنا عندنا الحمد لله تفرف جزئيه اللعيبه دلوقتي، عندنا لعيبه محترفين. احنا يعني كان في التصريح للمعالي وزير الشباب والرياضه مهندس خالد عبد العزيز وبيتكلم محمد صلاح وغيره وغيره وغيره، لما يبقى احنا عندنا 15 16 مجموعه كبيره تطلع كمان لا يبقى احنا كده ده مشروع قومي بالنسبه لك، كمان بيضخ لك مجموعه من او فلوس عمله صعبه بالنسبه للبلد. غير كده ده مشروع كابتن، مشروع كبير جدا مش هيجي غير بوجود جمهور، فالمستوى الفني يرتفع، فاللعيبه مستواها يرتفع، والفلوس بالنسبه لهم محمد تكتر محمد صلاح ربنا يزيده ويكرمه ويبعد عنه الاصابات والحاجات دي. ادى انطباع بره عن لعيبه مصر
جامده جدا بجد والله. فاللعيبه تستغل الموقف ده صحيح. مع وجود الجمهور كمان مستواه هيزيد صحيح، هيبذل مجهود. وبعدين الفوز بيتطلع كتير. التواجد بتاع الدوله محمد، ان الرئيس السيسي طلب ان بدايه الدور الثاني بالنسبه بعد نص السنه للجامعات، دوري الجامعات اللي احنا بقالنا كتير جدا ما بتعملش. مفيد، ده مفيد جدا طبعا، ويعني بيعمل حاله كبيره جدا في الجامعات، وطلب ان كله يمارس. دوري المدارس نفس الكلام يرجع تاني. كنت مار دوري الجامعات ده كان صحيح. كان جامد جدا صحيح. والناس كلها بتمارس الرياضه، لان بقى عندنا بنيه اساسيه كبيره جدا والمدارس سله وطايره وقدم فكل الناس تمارس. انت عارف يا كابتن محمد برضه، كنت مار عارف اللعيبه بتاعتنا بتاعت زمان كلهم كان مدرسه ثانويه رياضيه يعني دوري المدارس. كابتن محمود الخطيب والكابتن فاروق جعفر والكابتن عزيز، يعني مجموعه لعيبه تقال طلع من المدارس دي. ده هيرجع بعد نص السنه ان شاء الله. نتمنى في توجهه واضح. انا كنت بلعب كابتن ماهر دوري الجامعات وانا في الشرطه، كنا بنروح نلعب دوري الجامعات، كان جامد جدا جدا. لعيبه مصر كلها موجوده، والشرطه كان فيها لعيبه كبيره، وابراهيم يوسف الله يرحمه مجموعه لعيبه كتيره جاب وعاد يلعب واحد، وحسام عبد الغني ومصطفى زفت. مجموعه بقول لك من كل نادي دوري جامعات بيفرز لعيبه، بيطلع لعيبه، وفي لعيبه ممكن ما حدش يعرفها وتلاقي لعيب كويس جدا اخده وطلعه واشركه في نادي. فهي عايزه طبعا يعني بص كابتن فخامه الرئيس طبعا لما بيقول حاجه زي دي هو عارف يقول ايه. يعني بجد الدوري الجامعات يا ريت. المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب يا ريت يا رب يرجعوا الدوري بتاع الجامعات بتاع المدارس ده جميل، هيفرز بالبدايه وبيشجع. وبعدين يعملوا في حاجه بقى كابتن محمد عشان يشجع الكلام ده، انك لما تفوز بدوري الجامعات او دوري المدارس ليك درجات. ما ده كان بيحصل زمان، ليه اتلغت؟ يعني انا اسمع ان هي التفوق الرياضي، التفوق الرياضي كان بالعكس درجتين ونص تفرق. زادوا بقى اربعه يعني حاجه زي كده، لو هو مثلا في جامعه لو في ثانويه ومحتاج درجه، ده ساعات بيبقى نص درجه امارس رياضه لا بيكون هو بطل ويتحرم انه يدخل الجامعه. صح، تبقى طبعا شجع. نتمنى الحاجات دي جميله جدا. طيب خلينا نروح لفاصل كابتن ونرجع بقى نتكلم على مباراه الغد، مباراه الاهلي والاتحاد في الاسبوع 22. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا. مرحبا بحضراتكم من جديد. كابتن ماهر خليني اكلمك وناخدك فلاش باك بس كده سريعا للاسبوع 21 ومباراه الاهلي والاسماعيلي. ما دام هنتكلم بقى على مباراه الغد، اكيد يمكن واحنا بنتكلم على مباراه الاهلي والاسماعيلي والحمد لله الفوز 1-0 في الدقيقه الاخيره، لازم يبقى ليها قوه دفع بتبقى اكيد كبيره للنادي الاهلي او لفريق النادي الاهلي في المباراه اللي بعدها. دايما احنا عندنا قوه دفع، لكن المباراه الكبيره خصوصا لما يبقى منافس ليك او المنافس التقليدي ليك في هذا الموسم تبقى الوضع بيختلف مع اللاعبين. شفتها ازاي المباراه دي يا كابتن؟ بص يا محمد، مباراه الاهلي والاسماعيلي طول عمرها مباراه قويه، ويعني مش عايز اقول لك ما فيهاش مفاجآت، يعني الاسماعيلي بيكسب الاهلي والاهلي بيكسب الاسماعيلي، لكن كان يهم المباراه دي بالذات النادي الاهلي كسب في المباراه الاولى 2-0، وكان يهم انه يكسب المباراه دي كمان عشان يبعد الاسماعيلي عن منافسه اللي بينه وبين الاسماعيلي في حته بطوله الدوري وحته المركز الاول. النادي الاهلي يمكن في الدقيقه 90 وليد سجل الهدف، احنا خلاص اتعودنا السيناريو الجميل اللي بقى لنا يمكن حوالي 3 4 مباريات النادي الاهلي بالشوط الثاني بالذات بيبقى بيفاجئنا بضغط مستمر على المنافس، والجمل التكتيكيه في الشوط الثاني بتزيد بشكل كبير جدا. فرص النادي الاهلي كانت موجوده في الضائعه في الشوط الاولاني، ويمكن الفرص كانت موجوده في الشوط الثاني. الوان تاتش اللي بتلعب بشكل جيد، التحركات اللي من غير كوره، تحس النادي الاهلي حاجه ثانيه في الشوط الثاني. النادي الاسماعيلي كان يهمه جدا ان هو يخرج باي نتيجه ايجابيه غير الخساره، يعني انه يكسب المباراه عشان يبقى منافس وموجود في الساحه من خلال مكسبه للنادي الاهلي، او حتى خروج باقل نتيجه التعادل هتدي له نوع من الثقه
خصوصا بعد التغييرات الاجهزه اللي حصلت يمكن بعد رحيل ابو طالب العيسوي وتوليد طبعا محمد محسن طبعا جراءه كبيره جدا جراءه مجلس اداره النادي الاسماعيلي موجود في مباراه زي كده ابراهيم بيه عثمان من هو كافح الصراحه يعني انا بحييه يعني مباراه صعبه بالنسبه له هو يمكن كان رجل رقم ثلاثه في خلال توليد المدربين اللي كانوا موجودين خلال هذه الفتره مره واحده طبعا هم ظروف صعبه يمكن استقاله ابو طالب العيسوي خلت الاداره ان هي تدي اداره مباراه الاسماعيلي الفنيه لمحمد صلاح مجريشه محمد محسن وهو موجود مع الفرقه محمد يعني هو موجود مع الفرقه من بدايه المباراه الدوري يعني مع تشكيله الفرقه واللعيبه اللي موجوده وطرق اللعب يمكن مختلفه اختلفت بعض الشيء لكن وليد ازارو ما اقدرش استغنى عنه اجايين ما اقدرش استغنى عنه لان بيأدوا ما شاء الله وشفنا الاداء بتاعهم فعلا انا مدير فني ما اقدرش اقعده دلوقتي حتى الفرقه زي ما قلنا الفرقه اللي قصاده عامله له حساب يعني قطعا مكيده هو بيتكلم مع فرقته النهارده على بكره يا كابتن ماهر طبعا بيقول لك في فلان وفي فلان وليد سليمان خلي بالك من وليد سليمان خلي بالك من عبد الله السعيد يعني لو انا مدرب هبتدي يعني ايه نعمل على اللعيبه اللي موجوده مش عايز اقول له ايه اللي نعمل يعني المفروض هو عارف انه عايز هيقفل على اللعيبه دي عارف يعني قوه النادي الاهلي عارف يعني ايه عنده ديفنس كويس عنده يعني ايه نص الملعب كويس عنده فراوده كويسه تخلص الماتش في اي وقت فعشان هيلاعب صلاح محسن كابتن حسام عارف امتى هيلعبه امتى ظروفه تسمح له ان هو ينزل عشان ما يبقاش برده مش عايز ما يقول ما يحرقوش عشان ما تخليش عنده الثقه في نفسه تقل شويه لا اما ينزل يبقى وقت فعلا الفرقه بتاعت النادي الاهلي زي ما احنا قلنا يا كابتن ماهر واقفه على رجليها دلوقتي بالظبط فعلا واقفين على عارف يا كابتن محمد واقفين على رجليهم بيأدوا ماتشات جميله جدا عندهم ثقه في نفسهم عارفين ان هم ممكن يكسبوا اي فرقه بتيجي تلعب النادي الاهلي عامله حسابها عامله حساب ان الفرقه هتلعب فرقه قويه فرقه بتاعت بطولات فرقه عايزه تكسب مش نازله يأدوا الماتش وخلاص مش نازلين يتغلبوا مش نازلين يتعادلوا لا هم نازلين على الهدف بتاعهم اللي هو ينزل عايز يكسب فطبعا الكابتن حسام عارف ان اي واحد باللعيبه اللي موجوده والدكه اللي بره زي ما احنا قلنا وليد سليمان لما قعد وقلنا وليد سليمان يلعب هو عارف امتى هيلعبه عارف امتى هيلعبه سبحان الله يعني بتبقى توفيق من عند ربنا انه بينزل لعيب في المكان ده ممكن ينزل صلاح محسن يجيب له جول يكسب بيه الماتش يبقى صلاح محسن بقى نجم خلاص ثبت وجوده طيب فهي طيب يعني احنا معانا كابتن وانت بتتكلم كده مشوار النادي الاهلي على الشاشه بدايه طبعا من مباراه طلائع الجيش في الدور الاول 1-1 ثم مباراه الاتحاد دي كانت ثاني مباراه في الدور الثاني والاهلي كسب 2-0 زي ما قلت كابتن ماهر بالظبط يعني مجموعه من المباريات المتتاليه للنادي الاهلي يفوز يعني الاهلي والرجاء 4-1 انتاج الحربي والاهلي يفوز الاهلي 2-1 على طول اسماعيلي 2-0 الاهلي الداخليه 2-0 الاهلي المصري البورسعيدي يفوز الاهلي 2-0 ثم انبي فوز كبير 4-1 ثم الاسيوطي 1-0 ومصر المقاصه اول هزيمه للنادي الاهلي هذا الموسم 3-2 بص يا كابتن محمد انت بتكمل اهو ثم مباراه طنطا والاهلي تعادل ايجابي 1-1 وفوز الاهلي 2-1 مجموعه من المباريات بالنسبه للنادي الاهلي متعدده خليني اقول لكم ده مشوار يعني معاكم طبعا نكمل معاكم وادي دجله والاهلي تعادل ايجابي 1-1 ثم فوز بتروجيت على بتروجيت 3-0 وفوز على نادي نصر 4-0 و فوز على النادي الزمالك 3-0 وطلائع الجيش فوز النادي الاهلي 2-0 والاهلي ومصر المقصه 2-1 والرجاء فوز الاهلي 3-1 واخيرا مباراه الاسماعيلي 1-0 وده ايضا امامنا على الشاشه مشوار نادي الاتحاد السكندري في بداية الدوري فوز الإسماعيلي على الاتحاد 4-2 ثم فوز الاتحاد على النصر 3-2 وفوز المقاولون العرب على الاتحاد 3-2 وفوز على الأسيوطي 2-0 وهزيمة من النادي الأهلي يمكن كانت مباريات متتالية للنادي الاتحاد كانت مميزة وفوز النادي الأهلي على الاتحاد 2-0 وتعادل إيجابي مع الإنتاج الحربي 1-1 وتعادل إيجابي مع الداخلية 2-2 وهزيمة من المصري البورسعيدي 1-0 وهزيمة من الإم بي 2-0 وأيضا تعادل إيجابي مع طنطا 1-1 وسموحة 1-1 ده مشوار نادي الاتحاد بالنسبة لبطولة الدوري استكمالا لهذا المشوار فوز الاتحاد على وادي دجلة بنتيجة كبيرة 4-0 ثم
فوز بتروجيت على الاتحاد 2-0 المباراه اللي بعدها، وفوز الزمالك على الاتحاد 2-0 وتعادل سلبي 0-0 ما بين الاتحاد وطلاع الجيش، و2-2 ما بين الاتحاد ومصر المقصه، وتعادل سلبي 0-0 مع الرجاء، ثم نفس النتيجه مع الاسماعيلي، وفوز الاتحاد 3-0 على النصر، وتعادل ايجابي في كل الفرقتين المقاولون العرب والاسيوطي بنفس النتيجه 1-1. كابتن فوزي اتفضل. كابتن كنت يعني انا كنت بشوف الجدول واحنا ماشيين لما تحسب كده يا كابتن محمد من نادي النصر النادي الاهلي ما شاء الله يعني يمسك الخشب من نادي النصر ماشي كويس جدا صحيح وبيعدي بالاهداف يعني ده موقف يعني ده موقف الفرقتين يا كابتن الاتحاد ما بين الاهلي والاتحاد الاهلي طبعا في المركز الاول 51 نقطه الاتحاد في المركز ال 14 22 نقطه الاهلي لعب 20 مباراه الاتحاد لعب 21 فوز ل 16 الاهلي 4 للاتحاد تعادل النادي الاهلي 3 مباريات الاتحاد 10 الاهلي خسر مباراه واحده فقط الاتحاد 7 ل 44 هدف النادي الاهلي الاتحاد ليه 25 هدف علينا 12 هدف و27 هدف بالنسبه لنادي الاتحاد الهدافين وليد ازارو و10 اهداف وكواكو نادي الاتحاد 4 اهداف ده بالنسبه للهدافين الفرقتين. اتفضل يا كابتن. لما تيجي تشوف يا كابتن محمد الاتحاد الماتشات بتاعته اللي كسبها 4 ماتشات صعب قوي صعب قوي ان 4 ماتشات في الدوري وموقفه برده عنده 22 نقطه يعني محتاج مكسب عشان يبعد عن الحته اللي تحت دي خالص. بعد مكسب وادي دجله امبارح برده هتخلي العمليه صعبه قوي تحت. يعني مكسب من وادي دجله امبارح برده خلى ادى دفع تاني لوادي دجله انه يقدر. فالاتحاد برده هيبقى هيحاول بكره على قد ما يقدر انه يلعب قصاد النادي الاهلي ما يتغلبش. يعني ده تفكيره هيبقى طبعا لان مش عايز يفرط في اي بونت. ما هو الدور الثاني يا كابتن مختلف ده دي النقطه احنا اللي عايز يهرب من تحت لازم يطلع فوق يعني يمكن فوق ال 35 يا كابتن ماهر لازم اعدي النقطه 35 وصعب على الفرق على فكره يعني النهارده انا بقول لك اتفرجت على ماتش الاسماعيلي والانتاج ماتش جامد جدا ماتش جامد قوي يعني الاسماعيلي كان ممكن يجيب نتيجه عاليه جدا الملعب مفتوح يعني الفرق ما بتيجي تلعب مع بعض دلوقتي بتحس ان الملعب مفتوح هجمه هنا وهجمه هنا يعني في ثانيه الاسماعيلي يجيب جون تترد الانتاج كان يجيب جون يعني الماتشات مفتوحه الجيم مفتوح جدا فاللي يلحق يحصل بناط ويبعد عن الحته اللي تحت دي لان كله قريب يعني النتائج برده في يعني قريبه لما تيجي تحسبها كده هتلاقي من وادي دجله بقى عنده 20 نقطه في وادي دجله طنطا عنده 21 نقطه الاتحاد عنده 22 مقصه 25 يعني القريبين مشكله الجمهور نادي الاتحاد صراحه لان طبعا عارف جمهور نادي الاتحاد يعني يقول لك الاتحاد ما بينزلش لا الانديه الشعبيه برضو الجماهير بتاعتها غير الانديه العاديه يعني ملهاش جماهير لكن دي فريق الاتحاد السكندري تعرف يا كابتن ماهر في الاتحاد السكندري طبعا يعني احنا سيدي البلد كنا بنلعبهم ايامنا احنا وكنا بنلعبهم وكسبناهم هناك كانوا هيموتوا يعني اللي احنا ازاي نكسب جوه الاتحاد السكندري وكان عندهم نجوم جامده جارم وبوبو ومحمد عمر يعني ما شاء الله يعني نجوم كتيره جدا فهم برضو يعني موقفهم صعب هو صعب جدا الحقيقه بص يعني الجدول الدوري لا موقف صعب بص ما قلنا يعني ما فيش خلاص يعني يمكن النصر والرجاء يعني اعتقد يعني خلاص يعني ما مع ان النصر بيأدي ماتشات كويسه جدا يا كابتن ماهر يعني انا بتفرج عليها محمد والله هو النصر عايز يبيع 2 3 لعيبه هو باع هو اللعيب كويس اللي عنده يعني يعني اللي باعه المبلغ اللي باعه لسه في كمان كابتن ممكن لكن هو يعني دلوقتي خلاص اللعيبه اعتقد ان خلاص يعني ايه هي بتأدي اللي عليها وتلعب كشو قدام الانديه الثانيه وبتاع على اساس اللعيب اللي يتباع لكن لما نيجي نشوف وادي دجله المكسب بتاع امبارح ده خلاه هيكافح بقى عنده 20 بونت واحد واللي قبليه طنطا 21 بونت الاتحاد السكندري 22 بونت 25 بونت المقصه يعني الماتشات الجايه هتبقى ماتشات فعلا كؤوس مش ماتشات عشان كده احتمال ماتش بكره هيبقى هتلاقيه قوي جدا برضه حقيقي واحنا بنتكلم يا كابتن ماهر على فريق الاتحاد طبعا رئيس النادي الاستاذ محمد صبحي مدير كوره كابتن محمد ابراهيم مكيده واحد من المدربين اللي خلاص عارف نادي الاتحاد احنا دايما بنقول الكلام يعني ان نادي الاتحاد ما بينزلش لكن المواجهه دائما ما بين الاهلي والاتحاد بتبقى صعبه خصوصا كمان لما يبقى نادي الاتحاد محتاج
النقاط اللي في هذه المباراه. فبكره اكيد موضوع صعب، عنده مجموعه من اللاعبين على فكره، هي بص على القائمه كابتن، مجموعه عاشور الادهم، كابوريا، الالفي، عندنا فوزي حناوي ده لاعب النادي الاهلي ايضا، اللعيبه اللي اضافوها بقى رزاق السيسيه واحمد كابوريا وبناهيني، محمد ناجي جدو، عندهم كلها عندهم خبرات في الدوري المصري بشكل كبير جدا. بس عايز اقول لك يا محمد ان النادي الاتحاد جمهور زعلان منه جدا طبعا، لان هو من فتره ما بيأديش الكوره في مباراه الدور الاولاني. اتفضل يا كابتن. نادي الاتحاد من بدايه الموسم ما بيأديش الدور اللي هم مطلوب منهم كلاعيبه، في حته ان ده النادي الشعبي اللي يمكن اكثر شعبيه في اسكندريه ويمكن في مصر، نادي الاتحاد العريق يعني، بوب ومحمد عمر وطارق العشري والجارم والبابلي ورزق نصار، ويعني اسماء كثيره بصراحه، ومحيي لعيبه كبيره جدا يعني، كانوا من نجوم منتخبنا القومي موجودين على قائمه نادي الاتحاد. فعايز اقول لك ان نادي الاتحاد ده طبعا من ضمن الهجمات يمكن اللي كانت مؤثره على نادي الاتحاد في مباراه الدور الاولاني، وصالح جمعه الغائب الحاضر اللي نتمنى له التوفيق ان شاء الله في الدوري السعودي. عايز اقول لك يا محمد زي ما انت قلت ان جمهور الاتحاد زعلان جدا، لكن محمد مصالح بعد توليته لرئاسه نادي الاتحاد هو قدر ان يعمل في الانتقال الشتوي ان هو يقدر يجيب اكثر من 5 6 لعيبه وعندهم خبرات ومؤثرين بشكل جيد، وهم في كيمياء كبيره جدا بينهم وبين مكيده. يعني مكيده هو عامل زي علاء عبد العال في الداخليه، لما بيخرج بره ما بيأديش بالشكل اللي بيأديه مع الاتحاد، في تحس ان في كيمياء بينهم وبين بعض، بينه وبين اللعيبه وبينه وبين المجلس وبينه وبين الجمهور، والناس حباه بشكل جيد، وهو مدرب من المدربين الاكفاء. لكن الموقف صعب والموقف خطر، النهارده بكره هيقابل النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي ما بيهزرش، النادي الاهلي اللي تملي بيسعى على 3 نقاط، النادي الاهلي مباراته مع الاتحاد معظمها والتاريخ بيقول معظم مكسبها للنادي الاهلي. النادي الاهلي يمكن على استحياء على فترات بيكسب يمكن مباراه او مباراتين، لكن المجمل كله بيبقى لصالح النادي الاهلي. زي ما قلنا ان هو عنده تشكيله لعيبه عندها خبرات، لعيبه موجوده في الثلاث خطوط، هاني سليمان حارس المرمى من الحراس اللي عندها خبره بشكل كبير جدا. هو لعب، تحب اقول بس تشكيل اللاعب امام الاسيوطي يا كابتن، هو لعب بهاني سليمان في حراس المرمى، محمد عادل، عبد الفضيل، وشوقي السعيد، وويلسون، وكريم الديب، ونور السيد، وعاشور الادم، واحمد كابوريا، ورزاق سيسيه، وخالد متولي، وامانويل بناهيني، ومحمد بازوكا، ومحمد جدو. دي التشكيله اللي لعب بيها امام الاسيوطي واللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. هل ممكن يا كابتن يبقى في اختلاف اكيد يعني في يعني هو يمكن اللي نهى بيها في مباراه الاسيوطي، افتكر انه هيبدا بيها مباراه الاهلي زي ما احنا اتفقنا، ان هو دلوقتي عنده ويلسون وشوقي السعيد بيمثلوا قوه ضاربه في خط الظهر بشكل كبير جدا، هيبقى عليهم عبء ان طبعا ازاروا من الفراوده المزعجين وعنده سرعات وعنده مشكله بالنسبه لهم، لو قدر انه يهرب من الرقابه هيمثل خطوره على الثنائي ده. عنده في نص الملعب عنده نور السيد وعاشور الادهم، دول من اللعيبه اللي عندهم خبرات بشكل كبير جدا وثقل في حته الديفندر، بيعرفوا يغطوا بشكل جيد، بيبتدوا الهجمه من عندهم، منظمين في بدايه الهجمه بالنسبه لهم. عندهم احمد كابوريا هداف شفناه بيسجل لهم في كل مباراه وبيعتمدوا عليه بشكل كبير، هو لعيب كويس ومؤثر في الثلاثه اللي بيلعبوا تحت، الاثنين بيلعبوا بنفس الطريقه 4-2-3-1، نفس الطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي. عندهم رزاق سيسي متحرك بشكل كبير جدا على الاطراف، بيمثل خطوره، بيعرف يقدر ينطلق، بيقدر يعمل حاجات العرضيه المؤثره بشكل جيد، عنده مجهود وافر ما بيكنش، بيمثل الخطوره على الاطراف، محتاج رقابه من دفاع النادي الاهلي اذا كان فتحي هيبدا بكره. عندهم بناهيني ده شفناه مهاجم من ضمن المهاجمين الشرسين، بيمثل خطوره في قلب الدفاع، بيشاكس في كل هجمه اذا كانت عرضيه او اذا كانت اماميه، محطه من ضمن المحطات اللي بيقدروا يعتمدوا عليها بشكل كبير، محتاج من محمد هاني في الرقابه واحد بيعمل تغطيه بالنسبه لايمن اشرف. محمد جدو او محمد ناجي جدو احنا شفناه تملي بيشركه، يمكن
مكيدة في بداية الشوط الثاني يعني بعد ما يمر مثلا حوالي 10 دقائق وربع ساعة، لأن أنا شايف إن جده الحتة البدنية عنده مش 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 فت بشكل كبير يعني. لكن إضافة من ضمن الإضافات اللي بيقدر يعتمد عليها مكيدة، عنده أوراق خالد الغندور، عنده رمزي خالد برضك بيقدر يعتمد عليه ناحية الأطراف، بيقدر يعتمد عليه في نص الملعب. عندهم محمد مجموعة من اللعيبة بكرة أكيد الدوافع اللي بالنسبة لهم وموقفهم الحرج اللي في الجدول، الدعم اللي محمد مصلحي رئيس النادي ليهم، جمهورهم اللي بيزحف وراهم وبيحييهم وتملي بيشجعهم على أساس إن هم يقدروا يتعدوا المباراة القادمة أو الخطوة القادمة مشكلة. وبعدين هيقابل النادي الأهلي اللي هو الحمد لله رب العالمين عنده ثقة كبيرة. النادي الأهلي بيحتل المركز الأول، عنده 51 نقطة، عنده من الأهداف 44 هدف وعليه 12، يعني هيقابله قوة هجومية بشكل كبير. وأنا عايز أخد من كلام حضرتك يا كابتن فوزي، والمشكلة اللي النادي الاتحاد فيها بكرة كابتن، النادي الاتحاد مطالب إن يعني في كل الموقف الحالي إن هو على الأقل يتعادل أو يكسب النادي الأهلي يعني. فبالتالي التكتيك اللي موجود مع فريق بقوة النادي الأهلي بقوة هجومه، يمكن احتار جميع المدربين في مقابلة إزاي يقابل النادي الأهلي من حيث الجزء الدفاعي وايضا ازاي يشتغل على الجزء الهجومي. بكره نادي الاتحاد في ظل المشكله اللي هو فيه وحاجته للثلاث نقاط هيتعامل ازاي تكتيكيا مع النادي الاهلي؟ ان هو الله يكون في عون مكيدة يعني. انا بجد يعني لما اكون انا ماسك فرقه وحاجه لاعب النادي الاهلي عايز لعيبه زي اللي بتوع النادي الاهلي عشان اقدر اغطي، عشان اقدر اهاجم، عشان اقدر اقفل نص الملعب. هو طبعا هيفكر في الكلام ده كله، بس انا بقول لك كابتن محمد الفرق اللي هي زي الاتحاد وزي الفرق اللي هي بتنافس على القاع والحاجات دي لازم تفكر في الفرق اللي تحتيها واللي فوقيها على طول، انك انت ما تفكرش في النادي الاهلي. يعني لعيبه الاتحاد بكره لو موتوا نفسهم بكره وبذلوا مجهود جامد جدا مع النادي الاهلي مهما يوصل مش هيكسب النادي الاهلي. لكن لما بيجي يلعب الفرق الثانيه لو بذل يعني نص المجهود اللي هو بيبذله مع الفرق والتركيز اللي موجود والتركيز، ما هو ماتشات اصل الاهلي وماتشات الاهلي والزمالك كل لعيبه مصر الانديه الثانيه بتركز في الماتشين دول يقول لك هو ده اللي حقيقي. بس برضه كان زمان اكتر من كده كابتن، ليه هقول لك؟ عشان كان برضه ما كانش فيه اذاعه كل المباريات، فاللعيبه كانت بتبقى في الوقت اللي عايزه تبان اكتر. بس برضه دلوقتي اللعيبه برضه بتبان. انت بتتابع الماتشات ده يا كابتن محمد، يعني هتلاقي مثلا ما كده الماتش اللي فات ده كان هيموت عيني بعد ما كان كسبان لاخر دقيقه ضربه جزاء اتعادل معاه الاسيوطي. فطبعا هو كان نفسه يعدي الماتش، وده صح التفكير ان انا اغلب الاسيوطي، لكن انا اجي عشان اعوض الاسيوطي عايز اكسب النادي الاهلي، يعني ده بقى يعني عايز توفيق من عند ربنا جامد يعني. لكن انا بفكر في الانديه اللي هي معايا او فوقيه بشويه ان انا العب قصادها باللعب اللي انا عايز العبه قصاد النادي الاهلي. لو ركز في الكلام ده يا كابتن محمد وكابتن ماهر زي ما بقول لك يعني كده، انت ايه اللي هو بقى بتشوف حضرتك ان هو يلعب بيه قدام النادي الاهلي، يلعب بيه بقى قدام الفريق؟ لازم يلعب مدافع حتى مع الفرق، مش عايز امليه طبعا يعني، مش عايز لازم هيقفل حتى مع الفرق الثانيه، حتى الماتش الاولاني. بص لا بص قد كام لعيبه يا كابتن محمد، كام لعيبه من الفرقه كلها، الفرقه كلها راجعه لورا وبرده يعني مضغوطين يعني ما عندوش الحلول ان هو يقدر يضغط على النادي الاهلي ان يخطف النادي الاهلي، ان 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 يعني كل لعيبه الاتحاد. طب هتعمل ايه؟ كل الكره ما تروح، بص حسين سيد فين؟ لعيبه الخط الظهر واقفين عند نص الملعب، خلاص انا ضغط عليه، ما عندوش حلول. هو كل اللي عنده اللي يقدر يدافع 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 لغايه لما يجي فيه جون يبتدي بقى يفكر ايه، يفتح شويه يفتح شويه تروح زايده تاني. فهو التفكير بتاع مستر ما كده لازم فعلا يفكر ان هو على اقل ما يقدر، مش عايز اقول يعني على قد ما يقدر انه يتعادل مع النادي ده. هو يعني ده هو بيتمنى انه ياخد نقطه من النادي الاهلي، اللي هو التعادل بيجي بالنسبه له زي يدافع كابتن ويلعب على هجمه مرتده. هي مش طب ما ده كل تفكير المدربين اللي بيقابلوا النادي الاهلي، ما هو ما عندوش حلول ما شاء الله يعني. انت لو انت مدرب الاتحاد وهتلعب النادي الاهلي هتعمل ايه؟ هتمسك مين ولا مين؟ وليد ازارو ما شاء الله ربنا يحفظه يعني بيبقى عايز يقفل الجبهه دي وعايز يقفل الجبهه دي. عندك كل جبهه لعيبه مميزه ولاعيبه قاعده بره يعني كمان، وتفكير الكابتن حسام اهو يعني بيفكر وبيتابع كل حاجه، ما بيسيبش حاجه، ما فيش مش هرحم فرقه الاتحاد. انا نازل عايز 3 بونت زي اي فرقه، بيلعب على المكسب ما بيلعبش على التعادل. فانا عشان انا ابقى راجل يعني عارف فرقتي وحافظ فرقتي ان انا لازم اقفل كويس، لازم اقفل على الجناب، لازم اقفل الخط النص اللي بيتحركوا منه اجايه ووليد ازارو وعبد الله سعيد وراهم. ده يعني
بيتحركوا كويس جدا. لو فتحت لهم يا كابتن محمد اتمنى يلعب. شوف انسب الطرق اللي بتقابل بيها او الطرق اللي ممكن تضايق النادي الاهلي يا كابتن. طرق دفاعيه الدفاعيه اللي تبقى اربعه مثلا يعني أربعة خمسة واحد مثلا بيضايق. بس انا بشوف ان مفيش اي طرق بتضايق لان ما شاء الله يا كابتن ماهر انت عندك الحلول بالنسبه لكل لعيب مختلفه عن التاني. يعني تلاقي واحد بيعرف يراوغ, واحد التاني بيعرف يشوط بشكل مميز, يعرف دبل باص والتكتيك الموجود متفقين عليه, الكره العرضيه اللي من العمق, هتلاقي التنوع ده موجود. فبالتالي انت مهما انت لعبت بشكل بكثافه في حته الدفاع هتلاقي الامور في اختراق من لعيب النادي الاهلي. اكيد اكيد, وهو ده النادي الاهلي, ده حلاوه النادي الاهلي, ده الاداء اللي بيديه النادي الاهلي اللي فيه تطوير. زي ما انت قلت محمد ان هتفضل تضغط على الخصم وهو بيدافع هتجبره ان هو يخطا وانه يغلط. واحنا شفنا يعني حتى انت لو هتفضل الدقيقه 90 في مباراه الاسماعيلي لحد الدقيقه 90 وبعدين حصل ضغط وبعدين كروس عبد الله السعيد عرضي بضربه الراس لوليد سليمان. يعني النادي الاهلي عنده الحلول اللي انت بتتكلم عليها دي. يعني النادي الاهلي بيقدر يقسم الاستراتيجيه ويقسم المباريات بالنسبه له على 90 دقيقه ويمكن كمان في الوقت الضايع. يعني النادي الاهلي عنده من اللياقه البدنيه اللي بتساعده على كل, طول ما في اللياقه البدنيه محمد مع اللعيبه المهاريه اللي بالشكل ده يبقى في تكتيك هيجي على اعلى مستوى. السيستم كابتن كانت في مباريات زي المقصه وطنطا ووادي دجله بالظبط, هو يمكن توفيق وعدم توفيق. يعني انا عايز اقول لك يمكن مباراه المقصه اللي احنا خسرناها مع عماد سلمان 3-2 النادي الاهلي مضيع اكتر من 15 فرصه, مضيع اجوان كتير قوي, ويمكن اللي راح بيها نادي المقصه بثلاث فرص جابوا منهم ثلاث اجوال. فانا عايز اقول لك ساعات توفيق وعدم توفيق بيبقى لصالح فرقه على حساب فرقه. لكن عايز اقول لك تملي التوفيق بيجي للنادي الاهلي لان التوفيق بيجي من خلال الفرص اللي بتضيع. التوفيق مش هيجي لي وانا ما بروحش بضغط على الجول, مش انا بضغط يعني واخد بالك. يعني ما اقدرش اطلع النهارده انا ما هاجمتش على النادي الاهلي, ما وصلتش للنادي الاهلي وبعدين اقول ان انا مش موفق. لا, اللي موفق اللي عايز توفيق لازم يروح ويضيع مره ومرتين وثلاثه واربعه. بس انا عايز اقول لك ان في المباريات اللي بالشكل ده بيحصل نوع من اللياقه البدنيه بتطلع من الفرق. يعني نادي الاتحاد بكره هتطلع من كميه جري كبيرة. كميه جري هتاثر عليه زي ما فوزي بيقول هتاثر على المباراه اللي بعد كده. خد بالك هو غصب عنه النهارده انت بتلعب بطل القرن, بتلعب بطل الدوري, بتلعب الاهلي, فاوريدي الدوافع اللي موجوده عند لعيبه الاتحاد بكره هتلاقي عاليه جدا, هتلاقي الكفاح عالي جدا, هتلاقي التركيز عالي جدا, هتلاقي كميه الجري عاليه جدا. محاولة انك انت تكسب بطل الدوري دي بالنسبة له شرف كبير جدا. فعشان كده بقول لك المجهود يعني هو لو يقدر ياخد, لو انا ما قدرش اخد الفوز على النادي الاهلي اخد النتيجة اللي هي تناسبني حتة التعادل, لو ما لحقتش يبقى الخسارة اللي هي بهدف او هدفين. يعني ما تزيدش الخسارة, ساعات الخسارة الكبيرة بترحل اجهزة فنية. بعد لما تخسر انت الاتحاد يخسر من النادي الاهلي 3-4 سكور فتبقى مشكله على المدير الفني. لكن عايز اقول لك يا كابتن محمد ان المباريات ديت كل مدير فني من المديرين الفنيين بيذاكر. مكيدة اكيد عارف قوه ضعف النادي الاهلي وعارف القوه الهجوميه الشرسه اللي في النادي الاهلي هيقابلها ازاي. طب وانا في حاله براءه بشكل جيد ومستحوذ بشكل جيد ازاي انطلق للهجوم, عشان كمان مش هقدر, مش ممكن الاتحاد بتاريخه وباللعيبه اللي موجوده والاسماء اللي موجوده عنده دي مش هتهاجم النادي الاهلي, هيقدروا يدافعوا بس. فالنادي الاهلي فالنهارده الاتحاد صعوبه يا كابتن تعمل معلش التوازن ده. التوازن ده بقى ده دور المدير الفني. يبقى انا يبقى يا جماعه بلعب وانا بدافع 4-5-1 لكن في حاله الاستحواذ وحاده الانتقال من الدفاع للهجوم ان انا ببادل النادي الاهلي يا اما بكونتر اتاك يا اما بكور ثابته, بتبقى جمل مدرب بيدرب لعيبته عليها. النادي الاهلي ينفعه كده كونتر اتاك تقدر تروح واخد بالك على استحياء مره مرتين في الشوط الاولاني, كور ثابته كورنر اقدر اتعامل معاها. يعني النادي المصري لما بيقابل النادي الاهلي بيعتمد على الكور الثابته بالذات بيجدوها فولات جانبيه كورنر بالظبط اشتغلوا كابتن ياخد فولات على الكرات الطوليه عشان الكوره تبقى في نص ملعب النادي الاهلي بالظبط وياخد فولات ويشتغل عليها وانقل الهجمه. يعني بدل ما افضل انا مضغوط طول الفتره ديت الضغط ده هيولد اخطاء. يعني المدافعين بيجهدوا بشكل كبير جدا فبيضطر ان هو بقى ايه الجد ده بيخليه يبدا التمركز يقل الرقابه تقل السرحان يكتر يقدر يستغل النادي الاهلي بقى بموهبته ولعيبته اللي موجودين عنده بشكل مميز. بيقدر النادي الاهلي بيستغل الظروف ديت ويقدر انه يسجل هدف, دخل هدف خلاص الدنيا فتحت. طيب وبتبقى عارف كابتن ماهر انت قلت حاجه مهمه قوي اتفضل يا كابتن. قال لك
البذل المجهود. خلي بالك اللعيب، احنا بنحس باللعيب لما بيبذل مجهود. كابتن، لعيبه الاتحاد في الشوط الاولاني هيبذلوا مجهود جامد جدا. لو النادي الاهلي قدر في بدايه الماتش يخطف الاتحاد، اللعب هيبقى مفتوح. هيبتدوا خلاص بقى، ما هو خسران هيبتدي يهاجم، فاللعب يبقى مفتوح، يبقى جميل. شوف ماتش حلو، وعمليه الاستحواذ اللي عند النادي الاهلي بتخلي كميه الجري عند اللاعبين الاخرين. بس كابتن محمد، هل هيقدروا اللياقه عندهم انه يكمل الشوط الثاني؟ هو ده اللي بيحصل. ده ان حتى لو الشوط الاولاني مثلا لو النادي الاهلي مش في حالته، او الفرص ضاعت اللي هي بيهاجم بيها، وبعدين يجي في الشوط الثاني اللياقه بتاعت اللعيبه الثانيه خلاص، انا بشوفها. انا بنحس بيها. صحيح. انت لعيب وعارف. صحيح يا كابتن. صحيح. تلاقي بياخد نفسه خلاص، بيجري على الكوره. وعشان كده كابتن الشكل البدني عند النادي الاهلي مختلف. خلينا نروح لتقرير عن شكل المنافسه في الدوري، وارجع اكمل كلامي عن مباراه الغد ان شاء الله. طبعا حسب بنسبه كبيره جدا، هو ده النادي الاهلي. ودلوقتي احنا يعني انا يعني مبسوط مش مبسوط، مبسوط لان يعني ايه النادي الاهلي بيجني ثمار مجهوده، لكن مش مبسوط ان انتم بتفقدوا الناس متعه البطوله، الفوز بالبطوله. يعني هو في الدوري العام متعتين، متعه الفوز بالبطوله واثاره اللي هيهبط. فوز بالبطوله خلاص اتحسبت، خلاص الاثاره بقى دلوقتي في اللي هيهبط. النادي الاهلي متعود حتى لو ايه بيلعب لاخر مباراه، هو ده المفروض. فبحبش يعني نغمه ان الدوري انتهى وحسم، دي مقوله مش مظبوطه في كره القدم. كره القدم فيها كل حاجه في الدنيا، محدش يعرف اساسا غير لاخر لحظه فيها. طبعا حاج مصر طنطاوي وكابتن علاء نبيل، طبعا واحد يعني ناس من الناس المحترمين جدا، لكن يعني متعه البطوله انك تبقى المنافسه موجوده لغايه الاخر، لكن احنا يا كابتن نبقى جمهور النادي الاهلي، واحنا بنبقى مستمتعين اكتر لما نخلص بطوله الدوري قبلها باسابيع، بتبقى يعني مهمه جدا بالنسبه لنا، بتورينا الفارق بالنسبه لفرقتنا. هو الكابتن علاء بيقول يعني ايه لما يكون الاهلي خلاص خد البطوله، يعني ايه المتعه بتروح، فالمتعه فين اللي بينافس معاه؟ يعني حتى الاسماعيلي لما كان بينافس معاه كان جميله، يعني هو بيقول لك ككوره، لكن هي ان النادي البطوله زي ما بقول لك يعني من اولها يا كابتن محمد، مفيش تهريج، مفيش ماتش ضعيف، مفيش بلاعب الرجاء، لا بلاعب النصر، لا كل الماتشات زي بعض. ده مثل ده البطل، يعني البطل اللي بيركز في اي ماتش. انت مش النهارده اصل هلاعب النصر ده بقى ايه؟ لا لا، ده بالعكس هتقل هتقعد. العب واكسب وادي، يعني يمكن النهارده شفت الماتش اللي انا بقول لك عليه بقى، ان الفرق اللي تكسب الفرق اللي تحتيها. النهارده نادي الداخليه علاء عبد العال كسب الرجاء، كسب بهدف، خد 3 بونت يا كابتن ماهر، كويس جدا. عدى بيريح، بص بيبعد، يعني كل ما بيحاول، يعني الداخليه لما نيجي نشوف الداخليه كابتن عنده دخل دلوقتي هو كابتن الداخليه بكره، انت الداخليه بكره هيلاعب الرجاء. انت بتتكلم على الانتاج، الانتاج يا كابتن الحرب. انتاج اتغلب من الاسماعيلي 2-0 يا كابتن. انت عايز تقول على مين يا كابتن؟ الانتاج. بص مباراه النهارده كابتن كان المقاولين العرب والاسيوطي، الانتاج اللي كسب النهارده، الانتاج برضو فرقت معاه لما كسب الرجاء. 2 مش 2-1، لا ده الرجاء يا جماعه قولوا لنا بس عشان لا انا اقول لك بس مين الداخليه كسب النهارده. الداخليه 1-0 زي ما بقول لك كابتن محمد، الداخليه كسب النهارده، لان انا كنت متابعهم وانا جاي في الراديو، كسب الرجاء 1-0 بهدف، يعني النصر عندهم لعيب كويس قوي، راس الحربة عندهم لما نزل، كان نزل في الشوط الثاني وجاب جون. 31 بونت يا كابتن محمد، كابتن ماهر عارف يعني ايه 31 بونت؟ تكسب النهارده بقيت 34 بونت. طب ابعد بقى عن ايه وجع الدماغ، بعدت خالص عن الناس الهابطه والناس اللي تحت دي تنافس مع بعض. فانت بقول لك اي فرقه بيجي يفكر يلعب في الدوري، يلعب في الدوري الفرق اللي تحتيك، ما تجيش بقى تلعب قصاد الفرق الكبيره اللي بتنافس وتموت نفسك، وتيجي على الماتش اللي هو سهل بالنسبه لك وتحقق بيه 3 بونت وتبعد عن اللي تحت، لان الماتشات دي ب6 بونت يا فوزي، 6 بونت الداخليه والرجاء ده 6 بونت صراحه بونت. يعني ده اللي اقول. ايوه 1-0. عايز اقول لك حاجه محمد، عايز اقول لك حاجه فوزي، شككتني يا كابتن محمد. لا بس هو عشان انا برضو خلي بالك، بس انا كنت بسمعه في الراديو وانا جاي، الورق بس بيبقى قدامنا ممكن يختلف. معلش
يعني عايز اقول لك حاجه، بالذات في الجدول الدوري في مدربين بيفكروا عندهم خبرات بالذات، يعني بيقسم الجدول ده، يعني يقول لك مثلا ايه، انا هلاعب الاهلي، انا مثلا الرجاء هلاعب الاهلي، مش عايز من الاهلي حاجه، يعني صعب ناخد من الاهلي ثلاث نقاط فعلا اللي بيفكر صح، لكن مباراتي مع الداخليه هي دي اللي بست نقاط، هي دي اللي هركز عليها بشكل كبير قوي. فانت عندك الانديه اللي هي في قاع الجدول مهم جدا لما يقابل اللي زيه يا محمد انه يكسبه، يعني 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 مثلا هنقول النصر بيقابل الرجاء، الدرون طلع الاثنين بره خلاص، لازم واحد يكسب من الاثنين، والمكسب هنا يمكن بست نقاط. لكن نرجع طبعا لكلامنا على ان النادي الاهلي بطل الدوري، النادي الاهلي بينافس لوحده، وان في صعوبه على الانديه ان هي تحصل للنادي الاهلي، هو ده الفرق، يعني نادي القرن، نادي البطل، نادي حقق 39 بطوله دوري و36 بطوله كاس، فده اكيد اذا كان بيدل فبيدل ان النادي الاهلي يعني نادي عالمي. ومع احترامي طبعا الانديه اللي بتنافس بهذا الشكل، مره تقليدي لينا نادي الزمالك بينافس معانا، لكن النادي الاهلي بعد كده بيتفوق في 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 مشواره، النادي الاهلي عنده المقاومات اللي تخليه يقدر يلعب دوري كامل، يقدر يلعب كاس مصر، يقدر يلعب بطوله عربيه، يقدر يلعب افريقيا، كل المقومات موجوده عنده، من اداره، من مجلس، من احسن 29 لعيبه موجودين في تاريخ الكره المصريه. النادي الاهلي بيدعم المنتخبات الوطنيه اذا كان الفريق الاول او الاولمبي او الشباب او الناشئين، فهو ده النادي الاهلي. فلازم النادي الاهلي يبقى فيه صراع قوي جدا، هيبقى حافز للنادي الاهلي بكره يلعب ماتش كويس جدا، والكابتن حسام يعني ربنا يوفقه ان شاء الله وياخد 3 بونت، والاسماعيلي كسب النهارده، فحافز برضو للعيبه انها طبعا انها برضو على قد ما يقدر بيكسب البنات يبعد عنه، يعني لما نشوف كده وادي دجله بيقول لك كسب النصر، يعني هو ده اللي هو ده لكن ما جيش العب قصاد النادي الاهلي وعايز اخد منه 3 بونت، انت واخد بالك يا كابتن محمد؟ هي كده الناس اللي تحت بيعتبرها 6 بونت، يعني النهارده وادي دجله كانه كسب 6 بونت. تعالى النهارده نتائج المولين العرب كانت اسيوطي 1-1 وبتروجيت وسموحه فوز بتروجيت برضو يا كابتن محمد، النصر والوادي دجله، فوز وادي دجله بعد عذاب او بعد فتره طويله طبعا، والمكسب كان مهم جدا، وفوز طبعا الداخليه 1-0 على الرجاء كان مهم، وفوز الاسماعيلي على الانتاج الحربي. ما هو الدور يعني الثاني هتلاقيه دايما يا كابتن مختلف. بص نتائج ما بقاش في الدوري الممتاز يا كابتن، نتائج اللي هي الدور الثاني نتائج بتبقى متوقعه خلاص، مش متوقعه، ده في حاجات بتبقى مش متوقعه، يعني يعني مثلا بتروجيت يفوز على سموحه، ماتش كان قوي جدا وسموحه ماشي كويس بينافس على المركز الرابع، ف تروح بتروجيت فايز عليه، يفاجئ برده ان وادي دجله كان برده تحت خالص، فاز النهارده دخل بقى قريب خلاص، دخل على الاتحاد السكندري وداخل على طنطا وعلى المقصه، فهتلاقي ماتشات الجايه دي يمكن نتابعها هتلاقيها قويه جدا. وبعدين زي ما بقول لك بيلعبوا جيم مفتوح يا كابتن محمد، خلاص هم مش باكيين على حاجه كابتن، في فرق مش باكيه خلاص، لا 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 بيلعب جيم مفتوح، يعني انا بقول لك ماتش الاسماعيلي النهارده والانتاج متفرج عليه، الاثنين بيلعبوا هجمه هنا وهجمه هنا، يعني انت مش عارف، يعني المذيع وهو بيذيع بيقول لك جون هنا راح، جون هنا راح، الاسماعيلي ضيع ثلاث اربع فرص، ترتد ممكن يحصل تعادل، ممكن يروح الانتاج جايب جون ثاني يفوز على الاسماعيلي، فالنتائج مش متوقعه لان الجيم مفتوح وبيجروا جامد جدا، فهو لو اللي بيفكر مثلا بيلعب الانديه المتقدمه دي ان ياخد منها 3 بونت صعب قوي. طب كابتن انت ما قلتليش بقى التشكيل بتاع النادي الاهلي بكره، سالت كابتن ماهر تشكيل النادي بكره ان شاء الله هيبقى محمد الشناوي، معلول وايمن اشرف ومحمد هاني واحمد فتحي ناحيه اليمين، في نص الملعب هيبقى عمرو السوليه وهشام محمد وعبد الله سعيد طبعا واجاير ووليد سليمان ووليد ازارو، ده انا اعتقد ان الكابتن حسام وليد هيبتدي من الاول، وليد سليمان ممكن، وليد سليمان او الكابتن حسام زي ما هو شايف، ميدو جابر رجع تاني ممكن، ميدو جابر او باقة اسلام محارب، باقة ماشي كويس او اسلام محارب، اسلام محارب لان برضو زي ما قلنا لازم الكابتن ماهر انا اخلي حد بره طبعا، اكيد في ورق ينزل ورق رابحه طبعا، يعني قلنا صلاح محسن صعب يبدا، فوليد ازارو لان وليد ازارو ورقه رابحه جدا بجد، يعني واثبت في الفتره الاخيره حصل شغل معاه جامد جدا على الجون، انه بدا يستلم وبدا يباصي وبقى يبص، يعني كان الاول كنا بنضيع على طول، يعني كان حتى الجمهور بدا ايه يقلق منه شويه، لكن كنا بنقول تمام لعيب كويس جدا عنده سرعه، هداف النادي الاهلي 10 اهداف حتى، والهداف لازم بيضيع، يعني اي لعيبه في العالم بنتفرج عليها بنشوفه لازم هداف بيضيع، ميسي بيضيع، رونالدو بيضيع، وحاجات فرص سهله جدا، لكن لما بيسجل وبيلعب مع الجيم كمجموعه النادي الاهلي لعبه بقى الجماعي الحلو الجميل ده، لا بيبقى وليد ازارو الصراحه ما اقدرش
الا في حاله لو قدر الله لو هو كابتن حسام عايز يريحه او شاف ان هو في اصابه مثلا عايز يتفاداها ولا حاجه ممكن ينزل مطروحه. هو وجود صلاح محسن دلوقتي كابتن يعني هتخلي حته المنافسه في الجزئيه دي كمان تزود وريد. خلي بالك تزود اي حد في المنطقه دي. حسام البدري هيستغل معاوده مروان محسن كمان. اه هيستغل صلاح محسن في فتره كويسه. لان وليد ازار اجهد جامد جدا صراحه. واجاييه برضه اجهد جامد جدا وعبد الله السعيد. هيبقى اقرب مروان لان مروان يعني مروان محسن. مروان برضه احنا واخد بالك يعني حته المنافسه هتزداد يعني برضه وليد ما فيش حد حواليه فبالتالي هو بيهدف وكده كان كل ما بيزيد عدد اللاعبين طبعا شايف مستواه بيزيد حواليه. انت محتاج يا كابتن ماهر محتاج في كل مركز كنادي اهلي كبطل وانت في الحته دي بالذات انت داخل بعد كده عندك بطوله افريقيا والحاجات دي متحضر ثلاث انا محتاج مين هحطه في القايمه موجودين زي الحته اللي ورا. انت النهارده محمد عندك مشكله في حته محمد هاني وايمن. انت النهارده رحت يعني نجيب محمد عبد المنعم يا كابتن كان الولد الناشئ يعني كابتن حسام مستعد ولد هايل يعني يعني خامه كويسه مبشره انك صعب جدا يقع منك ثلاث سردباكات رامي وسعد سمير ومحمد نجيب. ممكن محمد نجيب بعد ما رجع كابتن ماهر وده بيحصل يحط محمد عمنا. يا فوزي اكتر حتتين بيحصل فيهم اجهاد واقع على اللعيبه قلبي الدفاع بالذات والحته بتاعت راس الحربه. يعني ما ينفعش يبقى عندنا راس حربه واحد لازم يبقى عندنا راس حربه وعندنا البديل والبديل ثلاثه عشان لما تحتاجهم تلاقيهم. والحته اللي ورا زي ما احنا شايفين ان احنا محتاجين مع محمد هاني ومع ايمن. انت جالك الجزار بقى خلاص كابتن كمان والجزار يبقى موجود والولد محمد عبد المنعم اللي هو الناشئ مهم جدا اشرف موجود وان شاء الله يعني اللعيبه الموجودين دلوقتي اعتقد ان الامور ماشيه بشكل كويس لان فعلا ضغوط المباريات على المكان ده زي حسام عاشور كده الحته بتاعت قلب الملعب محتاجه برضك واحد حسدنا حسام عاشور ما كانش بيتصاب يعني خلال الفتره اللي فاتت ربنا يكرمه ويرجع وجود هشام محمد بيسد بشكل كبير يعني كابتن يعني ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا بكره اتوقع المباراه بقى ازاي كابتن لا فوز ان شاء الله للاهلي 2-0 طب وكابتن برضه فوز ان شاء الله فوز. يعني عارف كابتن انا بشوف ان مباريات الاتحاد والاهلي بيبقى ليها رونق خلاص بعيد عن مركز الفرقتين النادي الاهلي طبعا يحتاج الثلاث نقاط عشان يبتعد عن النادي الاسماعيلي لكن ايضا الاتحاد في غايه محتاج الثلاث نقاط دول في غايه بشكل كبير جدا يا كابتن يعني يا كابتن محمد خلي بالك نتائج الاتحاد برضو بتدي مؤشر يعني النتيجه بتاعت الاتحاد السكندري الماتشات اللي فاتت مؤشر برضو دي بتهبط اللعيبه يعني لو كان كسب الماتشات اللي فات دي كان هيلاعب النادي الاهلي برضو وعنده ثقه في نفسه مش مهم يكسب يعني هيبقى ليه مرتاح لكن دلوقتي هو عنده دروب في ماتشات مع فرق كان ممكن يكسبها وحصل دروب معاها تعادل او هزيمه بتنعكس على اللعيبه وعلى المدرب وعلى الجمهور زي ما قال الكابتن ماهر اكتر فرقه بتعادل الاتحاد 10 مباريات وخسرنا 7 مباريات يعني 4 فوز بس يعني وفوز قليل 4 فوز بس 4 فوز صعب قوي يا كابتن ماهر مشكله على فرقه زي النادي الاتحاد الاهداف 25 وعليه 27 يعني عدد اهدافه يعني تقدر تقول متوسطه اللي بيجيبها ويمكن عدد الاهداف اللي دخلت فيه دايما يا كابتن الاتحاد بيبقى عنده مشكله في وقت من الاوقات في هذه الجزئيه تبقى صعوبه بالنسبه لمجلس الاداره والجهاز الفني في التعامل انت عارف ليه يا كابتن محمد اضعف من اضعف اربع خطوط اربع تغيير المدربين يا كابتن محمد خطوط دفاعيه لا تغيير المدربين على طول اي فرقه اي تغيير في المدربين على طول يعني هاني رمزي اللي بدا مع اللعيبه صحيح وبعدين ما فيش كام ماتش شكرا يجي مدرب تاني شكرا ما فيش استقرار في ده لازم يعني لازم اصبر على المدرب طبعا ما في مدرب بيخسر وبعد كده ربنا بيفتح اكيد ده صابرين عليه لنهايه الموسم مش هيقدر بص يا استاذ الحاج محمد صالح انا عارف من الشخصيات مش هيقدر يغير جدا ويعني اللي هو عايز يبقى فيه استقرار لان انت اي تغيير دلوقتي في نادي الاتحاد في التوقيت ده هتبقى مشكله كبيره الله يكون في عون استاذ محمد بن صالح يعني الصراحه يعني هو موفر لهم كل حاجه الراجل بيحاول يعمل اي حاجه وعايز يسعد جمهور الاسكندريه جمهور برضو يعني جامد جدا وجمهور بيحب ذوق لفرقته وبنشوفهم لما بيرجعوا في المستمتع تتذكر كابتن انت اي مباراه من امام الاتحاد تتذكر الصراحه فوز جاب لنا 8 بونت في سنه منهم جونين في الاتحاد يمكن هم دول اللي ادونا الدوري ملعب الشاطبي الصراحه كان ماتش ما يتنسيش يا كابتن محمد وكان في الشاطبي وكان زي ما بقول لك الجرم وبوبو يعني محمد عمر وعادل بابلي كان فرقه لا لعيبه تقال كان منتخب مصر وبتاع وبنلعبه وكنا مضغوطين في نص ملعبنا كان الكابتن كرامو والكابتن ماهر قدامه والكابتن مصطفى يونس قدامه والله العظيم كانوا واقفين جوه تحت العارضه والجمهور في ظهرهم بتاع الشاطبي الجمهور واقف فوق كرامي على طول
فمضغوطين وسبحان الله الكره تتلعب مصطفى عبده يجري يرفعها يحط جون. اللي بعديها برده اتلعبت لي من خالد جداله خدتها من فوق الباك ورحت شايط الجون الثاني. فالتوفيق بتاع ربنا الدوري والحمد لله الدوري. لو كنا تعادلنا الماتش ده كان محمد من الحاجات اللي الواحد ما ينساش كان الزمالك خد الدوري والله. فشوف يعني برضو انت كنت لعيب جامد والله مش زي برضو زي دربت لي برضو طلعت ربنا يخليك. احنا عايز كابتن ابراهيم عبد الصمد وبعد كده كابتن احمد عبد وبعد كده كابتن مختار كلهم لعيبه كلهم طبعًا. مدربين ولاعيبه عامر طبعا كلهم ما شاء الله لعيبه ومدربين جامدين. الفريق الاول كابتن ماهر همام وكابتن احمد ماهر الله يرحمه طبعا احسن ايام والله. انا جميل ده كان 7 سنين دوري ده مش ممكن. انا وكابتن ماهر وكابتن شطه وبتاع اشتغلنا في القطاع ولعيبه عماد متعب وحسام غالي وائل شيتوس شريف كرامي والمجموعه صحيح. يعني مجموعه جميله طلعت كان لينا يعني حظنا الحلو اللي احنا مرناه ايام جميله كانت من ضمن الناس طبعا. كابتن نورتونا وشرفتونا كابتن ماهر. شكرا محمد. دعوات بكره ان شاء الله لفريقنا ان شاء الله يكسب وياخد 3 بونت ان شاء الله. نورت شرفتك كابتن فوزي. شكرا كابتن محمد. شكرا كابتن ماهر. اقول بس حضراتكم مباراه الغد ان شاء الله مباراه طلائع الجيش وينبي هتكون الساعه 5 وربع ان شاء الله مباراه الاتحاد السكندري والاهلي ومباراه الزمالك وطنطا الساعه 8. هسيبكم مع تقرير عن ملخص مهرجان كابتن فؤاد انور اعتزال جميل جدا سيبكم تستمتعوا بيه وهنكون معاكم ان شاء الله من خلال السيد الاهلي قبل المباراه بساعتين ان شاء الله. السلام عليكم وصباح الخير.